وبيرجع من عليها جينيس مارت بيتش كوك اشر وفي انجلو بيز هنا برضه بيرجع عليه الريفلكس والانجلو بيز ده غالبا بيحصل عشان الميكوزا الفورد بتاعت او الماسكلوزا بتاعت الفانتس هنا عامله سلينج كده تمام هي الماسك فورد اللي بتضغط على المعده كده عشان تعمل المعده يعني تقدر تغطي على السيرفس عشان تعمل حاجه اسمها ايه؟ انجلو بيز الانجلو بيز ده كان اسمه ايه برضه؟ لا كان اسمه فلاي بارك ولا فري بارك؟ كان اسمه فلاي بارك؟ كان اسمه فلاي بارك حاجات جديده طالعه علينا فلاي بارك لو مش قادر تحفظ فلاي بارك دي خالص خليها بس الكلمه دي مهمه قوي فلاتر بارك عشان لما تكون هنعمل فلاتر بلايكيشن فاحنا هنذكر بيه الفلاتر بارك اكشن يعني جديد كمان بيرفع الفلاكس اللي الجوزه هنا عامله زي الورده كده الجوزه الفورد بتبقى عامله زي روزيتا كل الحاجات دي بتبقى عليه الفلاكس المهم بقى بعد ما عرفنا الفاكتورز اللي بتبقى على الفلاكس هنيجي نتكلم على الجاستروزوجير فلاكس ايه؟ ديزيز تمام الجاستروزوجير فلاكس ديزيز لما بيبتدي يحصل فلاكس كده الفلاكس ده فيه منه برايمري سيبه بقى من فيسيولوجيكال وباثولوجيكال هنعتبر ان كل الناس عندها الحمد لله فيسيولوجيكال ايه؟ كل الناس عندها فيسيولوجيكال ريفلكس بعد الاف دي والكلام ده كله خلينا في الباثولوجيكال ريفلكس في برايمري وفي سكندري ريفلكس تمام والسكندري ريفلكس ده بيبقى ميلي ديزيز مش في الاسوفجس برايمري ريفلكس بيبقى ديزيز اساسا فين؟ في الستومك في بايلوريس ستينوزز في انتريستيزز بايلوريس ستينوزز انتريستيزز كل الحاجات دي بتعمل سكندري جيرد ده مش موضوعنا خالص السكندري جيرد ده تبع ديزيز اوف ذا اوف ذا ستومك خلينا في البرايمري جيرد البرايمري جيرد بقى حاجه من الاثنين يا اما برايمري جيرد الون يعني انا عنده جيرد بس يا اما عنده جيرد بيو تو سلايدنج ايه؟ هيتا سيرد وزي ما اتفقنا الهيتا سيرد خمس انواع 85% من انواع الهيتا سيرد بتبقى سلايدنج هيتا سيرد ان الاسوفجس والمعده طلعوا فوق الديافرام كده طيب الاسوفجس والمعده طلعوا فوق الديافرام زي الجملة كده عندي جاب فاكتور باظ الانجلو بيس باظ ومين تاني باظ؟ اللور فور سنتيمتر بتاع الاسطوره بس ما بوش يطلع الدمنا فالعيان اللي عنده سايدنج بيتا سيرنيا طبعا معرض ان يجي له ايه؟ جيرد. بعد كده بنتكلم على البرايمري جيرد الون يعني ده من الناس اللي عندهم برايمري جيرد الون ده من ضمن الفاكتورز اللي بتعمل برايمري جيرد مهم قوي يعني بما عندهم حاجه اسمها انكريز هم ربنا قالهم كده عندهم انكريز في الترانزيانت لور اسطوره سنتيمتر بقى ريلاكسيشنز increase the transient lower esophageal relaxation بيحصل relaxation كده في اللور اسوفجس طبعا مع البلع بيحصل يعني بس كلنا بيجي لنا transient lower esophageal relaxation ولما البني ادمين دول بيبقى عندهم الموضوع ده زياده سواج شويه يعني هم دول بيجي لهم ايه؟ جيرد وبالمناسبه اللي انا كنت برضه شرحته لكم احنا لما بيجي لنا جيرد بعد الاكل السمين او بيجي لنا جيرد بعد لما بشرب سجاير او بيجي لنا جيرد بعد الناس ما بتشرب قهوه والحاجات دي كلها لان كل الحاجات دي بتزود مين؟ الترانزيت دور سوجيستيك ترين ريلاكسيشن فبتدي حضرتك يجي لك شويه جيرد كده مع الاكل ويروح لك حاجه تمام الناس نظرت اللي عندها له جيرد لما جينا نقسم بس ما تدورش او بلاش انت ما تدورش خلينا في الباص بسيولوجي الاول في الباص بسيولوجي الاس سي ال بيطلع لفوق فلما الاس سي ال يطلع لفوق هبتدي اعمل ايه اول حاجه اوسوجينز يبتدي يعمل اوسوجينز وبعد ما يبتدي يعمل اوسوجينز هيجي له هارت بيرد وبعد ما يجي له هارت بيرن هيبتدي بعد كده يحصل فايبروزس او سباز من الاول هيحصل سباز في الميكوزا اللي هي السيربر ماسل لير وهيحصل سباز في الماسكيوزا الاوتر كيوتر ماسل لير سباز من الاول وبعدين هارت فايبروزس فلما يحصل سباز من الاول وبعدين فايبروزس هيبتدي يحصل حاجتين في الاسوفجس على اللونج ران ايه اللي هيبتدي يحصل في الاسوفجس على اللونج ران نتيجه الفايبروزس بتاع اللي هي السيربر ماسل لير تريكشر هيبتدي يحصل في الاسوفجس ايه ستريكشر وهيبتدي كمان يحصل فايبروزس في الاوتر انتيريور ماسل لير فلما يحصل فايبروزس في الاوتر انتيريور ماسل لير هيبتدي الاسوفجس ايه يقصر كده يبتدي يقصر يطلع لايه لفوق انتوا معايا ولا سرحانين دخلنا في الحصه ولا سرحانين ابطل شويه ابطل شويه ولا الدنيا ماشيه كويس ايوه يا عبد الرحمن يعني بس عشان الناس تبقى كلها فوق الناس اللي تعبت من في الحر الوقت اللي احنا فيه ده وجت يعني في ده احنا لازم نخليه كده ربنا البلد تمام ف وبرده اللي هنا سيرفر مصر اللي انا بيحصل فيها
تعمل سكرينشر معناها ما قدرتش في المحاضره ما قدرتش في المحاضره بس هي مكتوبه عندك في الورقه يعني بعرفه اسمها احتياطي اسمها سكاتين سكرين سكاتين سكرين مكتوبه في الورقه الاستاذ فريال الزركر باصل ليا بيسموه سكاتين سكرين هتقول مكتوب في الورقه مش مكتوب كتاب الاسم ما قدرتش في المحاضره اللي هي الحته السكرينشر اللي في الصوب دي بيسموها سكاتين سكرين مكتوبه في الورقه مكتوبه في الورقه مش مكتوبه في كتاب الاسم مكتوبه في الورق مش مكتوبه في كتاب الاسم سكاتين سكرين دوروا عليها هتلاقوها لاتوع دي اللي هي السبان اللي هنا السيرفر ايه مصر ليه طيب بعد كده ماتوا تانيين بس عشان نروح سكاتين سكرين سكاتين سكرين سكاتين سكرين ده اللي هو السبان اللي هنا السيرفر مصر ليه استاذ فايبروز فايبروز طيب بعد كده العام بتاع الجرد ربنا يخليكم الحته دي مهمه العام بتاع الجرد لما يجي يتشيك كنا بنقسم العام كام كاتيجوري عيان تيبكال وعيان وطني تيبكال وعيان هورني ابوس يديكم الحته دي مهمه لما نيجي نقسم العام بتاع الجرد فالعام كان متقسم ثلاث حاجات في عيان تيبكال وعيان اتيبكال وعيان هورني سيمبتومز التيبكال سيمبتومز طبعا عادي جدا يعني ان العيان هيجيله هارت بيرن يحس بحرقان هنا جامد مع الاكل طبعا لما يلبس لبس تقيل لما ياكل وينام يقيل تمام كل الحاجات دي بتزود الايه؟ اللي هو الهارت بيرن وتمكن طبعا على الهارت بيرن ده العيان يحس بحاجه بترد ايه في زوره كده فالعيان بيبقى عنده حاجه اسمها بط ريجرجيتيشن نعم بيبقى عنده حاجه اسمها ريجرجيتيشن او اللي بيسموها ووتر براش تمام اول تاني التيبكال العام بيبقى عنده ريجرجيتيشن العام بيبقى عنده هارت بيرن العام بيبقى عنده ووتر براش وبرده من ضمن الحاجات التيبكال قلنا العام بيبقى عنده بلشي يعني ايه بلشي؟ بيكرع كتير لمؤاخذه كل شويه يكرع كتير طبعا لان الجاسس كمان بدي بتريفلوكس كل الحاجات دي اسمها تيبكال سيمبتومز في بقى تيبكال ثانيه اسمها نون تيبكال جيرد مين اشهر واحد من الدفعات القديمه كان عنده تيبكال جيرد اول عنده في 2008 كان اسمه مصطفى طلع عبد المنعم لما تروحوا كارديولوجي دوروا عليه الدكتور انا بيسلم عليه طلع عبد المنعم مش انت بتاع الجيرد انت ليا انت بتاع الجيرد فمصطفى كان بيحصل له ايه بقى؟ اللي هو بتاع دفعه 2008 ده كان بيقوم بالليل كده يقوم بالليل دايما على ايه؟ على كرش النفس وعلى فرنجايتس وعلى بتاع وزي ما اتفقنا يعني بيجي لهم شاست بين ده مهم جدا وانا كنت بتقول له ازاي اوي خير يا استاذ عاطف؟ تليفونه ايه عربي فاضل؟ حد رقم تليفونه بادي 212-292 موجود بره؟ ضايع؟ مش مهم هو من احنا حلينا المشكله وخلاص هم هي المشكله في حد حرام بس طعم الزاد وفي حد حرام دليفري حد تاني حرام احسن استاذ عاطف بيظبط الكيفات مش اول ما يمشي حد يقول لي حران يعني اول ما يمشي حضرتك التكييف ده اهو موجود اهو موجود اهو طيب ما علينا تمام وكان بيجي له هورسز وزي ما اتفقنا في الام سي كيو لما يجيب لك ايه الموست كومن سيمتوم اتيبكال ايه الموست كومن سيمتوم اتيبكال ان انا الرجيك اسم على كلام تدريس الموست كومن سيمتوم اتيبكال ان انا الرجيك اسم يعني انا بقدر كده في الجرد معلش هو الجرد كان فيه كتاب اسم تقيل قوي بعد كده كان في الليزر وزوجه سليم اقسمه لعن حاجه من ثلاثه يا اما عين تيبكال يا اما عين وطن اتيبكال ده مصطفى عبد المنعم بان انا الرجيك اسم والاسبيريشن والفرنجايتس ويوم مخنوق والكلام ده كله واخر حاجه سموا العيان ده عنده ايه؟ وورنينج ساينز. العيان الوورنينج ايه؟ ساين تمام. مين بقى كانت الساينز الوورنينج؟ اهم ساين وورنينج مين؟ اهم ساين وورنينج مين؟ ديسفيجن. اهم ساين وورنينج ديسفيجن. تمام. الديسفيجن ساعات بتبقى بينفول قوي يعني فكتاب الاسم كتب كلمه ظريفه برضه كده اسمها ايه؟ اودايموفيجيا. اما علينا في الاخر العيان يبتدي يدخل فين؟ في ديسفيجيا دي وورنينج سيمبتوم. برضه كل سيمبتومز اللي كاتبها كتاب الاسم ليها علاقه بالمالينسي يعني ليها علاقه بالمالينسي يعني العيان يبتدي يجي له شويه دي بي دي العيان يبتدي التيومر بينزل طبعا
اللي عم ممكن تيجي له ليس تايتي انوريكسيا، اللي عم تيجي له ويت لوس، البيني بقى كونتينوس على طول، تمام؟ فكل الحاجات دي بيسموها وات الارمنج ساين، او بيسموها وورنينج ساين في حالات الايه الجر. في برضه عشان بونس معاكم، عارف انا ما بحبش اضحك على حد يعني، في كده سمته مكتوبه انا مش عارف ايه، بس برضه خليها تبع مين الورنينج ساين، عشان لو جات لك في الام سي كيو تبقى عارف دي تبع الورنينج ساين. الشورتنج، الشورتنج بيشرب يعني. انا رايي الشورتنج دي مش المفروض تبقى تبع الورنينج ساين، انا رايي الشورتنج دي المفروض تبقى تبع مين الاتيك، انا رايي انها تبع الاتيك يعني، بس ممكن يعني هم بيعملوا ايه تيك. طبعا الشورتنج ده يعني ما ايه لا لا ما لا كل الحاجات دي اتيك، الشورتنج تبع الاتيك، بس معلش انا هاخد كتاب الاسم على قد عقله يعني، ونخلي الشغل ده تبع مين؟ الالارمنج او الورنينج ساين. المهم العيان ده ربنا يخليكم نيجي للكومبليكيشن ممكن تحصل له، العيان ده ممكن يجي له انيميا طبعا، لو بيجي له اوكر بلاد في السول، العيان ساعات مع الاسبريشن ممكن يجي له نمونيا، زي ما اتفقنا كده في الكومبليكيشن في سكتيسكرينج، في الكومبليكيشن في اللي هي ستريكشر في الاسوفجس، تمام؟ الكومبليكيشن دي انا اللي كاتبها من عندي ومش موجوده في كتاب الاسم. انيميا ونمونيا دول اثنين، انيميا من اسبيريشن طبعا، سوري نمونيا من اسبيريشن، وانيميا من لوكال بلوت، انر سيركل ماسل لير فايبروزز عمل حاجه اسمها وات سكتيس كيرينج، فايبروزز في الاوتر انتيدر ماسل لير عمل ايه في الاسوفجس، شورت الاسوفجس، واهم حاجه طبعا اخطر كومبليكيشن العيال تيجي له كولومنر ميتابليزيا، وكولومنر ميتابليزيا دي لازم يكون فيها وات جوبلت سيلز، ودي بيسموها بلدي زوجس، والبلد الزوجس بعد كده بيعمل ادوني كارسينوما. يميني النسب، يميني النسب، في ناس كتير مهمين جدا 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 جدا، مش كل اللي عندهم بلد الزوجس هيجيلهم كانسر الزوجس، مش كل اللي عندهم بلد الزوجس هيجيلهم كانسر الزوجس، كام فرسنت من عندهم بلد الزوجس هيجيلهم كانسر الزوجس؟ 10% بس، 10% بس من عندهم بلد الزوجس هيجيلهم كانسر الزوجس. العيان يا منا العيان اللي عنده بلد الزوجس كمعلومه كده، اكثر عرضه للبني ادم العادي يجيله كانسر الزوجس كم مره؟ 40 مرة. فالأرقام دي تتحفظ مهمة جدا، الأرقام دي تتحفظ مهمة جدا، الأرقام دي تتحفظ مهمة جدا، تمام. بعد كده خلي علاج البلد مع علاج العيان يعني، لما نيجي نعمل دايكنوزز الجرف، جرف is a clinical diagnosis، لما نيجي نعمل دايكنوزز الجرف، جرف is a clinical diagnosis، يعني أنا لو شخص عامل إيه؟ بالتيبيكال سيمبتوم بس. شخص عام بالتيبيكال سيمبتوم بس وببتدي العلاج على كلينيكال بيزس وبتيبيكال سيمبتوم بس، وبتبتدوا العلاج بايه؟ انا لسه ما دخلتش الانفيجيشن عملوا تريتمنت، بتبتدوا العلاج بايه؟ بالاتش تو بلوكرز، بتبتدوا العلاج بالاتش تو بلوكرز لمده قد ايه؟ شهر ماكسيموم، شهر ايه؟ ماكسيموم. بيطلع فرصته الاول بالاتش تو بلوكرز، العيان لو ما تحسنش، على الاتش تو بلوكرز لمده اقصى حاجه ايه؟ شهر، بيقلبوا العيان على وقت بي بي اي، وبيقلبوا العيان على البي بي اي كمان ماكسيموم ايه؟ دوز. لو العيان ابتدى بقى ما تحسنش على البي بي اي، على الماكسيموم دوز بتاع البي بي اي ده، يقوم ياخد العيان يبتدي يعمل الوات انفستيجيشن، يبقى بتقول فاهمين. ده على كلام المحاضره وده الكلام الصح يعني. تمام، لما يجوا بقى يعملوا في العيان انفستيجيشن، خلاص العيان كده هيبتدوا يعملوا انفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن نمره واحد اللي ابتدي بيه؟ ابر جاكيم دوز. الانفستيجيشن اللي واحده ابتدي بيه هو الابر جاكيم دوسكوبي، مش ال 24 اورز ولا البريوم، حاطين هناك في الورق البريوم اهو، حاطين الانفستيجيشن اللي واحد الابر جاي. طيب المفروض ادخل بالابر جاي الاقي ايه؟ الاقي الاسوجايتس حمرا او الميكوزا حمرا، ده اللي انا متوقعه كده، الاقي الميكوزا حمرا، واول ما الاقي الميكوزا حمرا لازم اخد منها ايه طبعا؟ بيروسي. تمام؟ لازم اخد منها ايه؟ بايوبس. تمام؟ ومن ضمن برضه التوابل بتاعت المنظار، البايوبس دي هتكسوك لو في برد، البايوبس دي هتكسوك لو في ادينو كارسينوما، ممكن العيان يكون حظه نحس ويشوف عليها الادينو ايه؟ كارسينوما. احنا بنتكلم على فوائد الايه؟ المنظار، وبرضه المنظار بيشخص السلايدنج هيتا سيرميا، المنظار ممكن يقول لي لو في اسوشيتد سلايدنج هيتا سيرميا، ازاي المنظار بيقول لي لو في اسوشيتد سلايدنج هيتا سيرميا؟ الكارديا بالظبط بتفتح مع الانسبيريشن. الكارديا بتفتح مع الانسبيريشن، يعني الكارديا متعرضه للنيجاتيف انتراسيرال سبريشن. يبقى انا ببتدي بالمنظار. طيب كام برسنت من العيانين، ركزوا معايا ربنا يخليك،
كام بيرسنت من العيانين هتدخل بالمنظار تلاقي الاسوفيس نورمال. يعني ايه الاسوفيس نورمال؟ يعني ما فيش ايروجنز. تمام، كام بيرسنت من العيانين دول هتدخل تلاقي الاسوفيس نورمال؟ 20-30%. تمام، هي خليها من 20-40 عشان هو مره كاتبها 20 مره كاتبها من 30-40. تمام، فانت خليها من 20-40%. من 20-40% هيدخلوا يعملوا البتاع ده يلاقي هنا الجوزه ايه؟ نورمال. لو لقوا الجوزه نورمال بنسميهم حاجه غريبه قوي، بنسميهم مش جيرل، ده بنسميهم وات؟ نيرد. يعني ايه نيرد؟ يعني هم عندهم ريفلكس اوزوجايتس، هم عندهم ريفلكس اوزوجايتس بس الريفلكس ده، او عندهم ريفلكس ديزيز يعني، بس الريفلكس ده ما عملش ايه في الاوزوجاس اوروجاس. وهتلاقي غالبا العيانين، غالبا العيانين، غالبا غالبا يعني ده اوقع يعني، هو العيانين اللي هم بيبقوا نيرف دول هم غالبا هيبقى بريزنتنج سيمتوم في وات؟ غالبا هيبقوا العيانين هم مين؟ الاتب. تمام، نقول بقى العيان ده اللي انا عارف ان هو نيرف او وات ايفر عايز اعمل برضه عنده ريفلكس، فباخد العيان اللي هو نيرف بعد الابر جي اي اعمل له حاجه مهمه قوي قوي، اعمل له بقى الفود ستاندرد بتاعنا يجي في الامتحان، اعمل له وات؟ 24 hours هي شوت مونيتور اللي هو بيحط البرو كده ويقيس له البي اتش اللي هو ايه؟ اوسوفيس لمده كام؟ 24 ساعه. تمام، ده الجولد ايه؟ ستاند عشان احلف ب 24 hours بي اتش مونيتور دوت ان العيان عنده جر لازم الرقم يطلع كام؟ لازم الرقم يطلع كام؟ اقل من اربعه، لازم الرقم يطلع اقل من اربعه لمده قد ايه خلال 24 ساعه؟ لمده قد ايه؟ 1 اور يا سامي يا حبيبي في ال 24 ساعه يعني حضرتك. دي اول حاجه عشان نقول بوزيتيف بي اتش مورفين لازم البي اتش يطلع اقل من اربعه ويطلع لمده ساعه في ال 24 ساعه، ولازم يكون العيان وقت الاتاكس دي، وقت الاتاكس دي اللي هو البي اتش فيها اربعه لازم يكون العيان يجيله ساعتها السيمبتومز، اي سيمبتومز عشان يبقى كده فعلا انا عنده غير والسيمبتوم دي فعلا تيجي مين؟ الغير. ال 24 اورز بي اتش مونيتورنج دوت ميس حاجه مهمه جدا، ميس حاجه مهمه جدا. بيميس مين بقى ال 24 اورز بي اتش مونيتورنج دوت؟ الاندرلاين بيليري ريفلوكس، بيميس البيليري ايه؟ ريفلوكس. تمام؟ فالبيليري ريفلوكس بقى عشان البيليري ريفلوكس المره مليون اخطر مليون مره من ال اف سي ار ريفلوكس وبيعمل كارسينوما اكتر. البيليري بقى ريفلوكس ده بيشخص بالايه؟ بالامبتنس بي اتش ريت. احنا جامدين قوي في الجرد على فكره. احنا جامدين قوي في الجرد تمام؟ فانت لو شايف ان عنده اوفلاين ريفلكس فاعمل له امبتنس ده بي اتش ريت. طيب دول التو مين انفستيجيشن، دول التو مين انفستيجيشن في العيان الابر جينيتيك اندوسكوبي و 24 اورز بي اتش ريت. هل في تو انفستيجيشن تانيين؟ اه في تو انفستيجيشن تانيين ممكن يتعملوا، في تو انفستيجيشن تانيين ممكن يتعملوا. ممكن نعمل بقى يميل ترند فيرب بوزيشن يا حاجه باوز. ايه فايده البني يمين ترند فيرب بوزيشن ديت؟ امتى قال انا افكر اعمل بني يمين ترند فيرب بوزيشن؟ لو شكيت من الابر جي اي انه عنده سلايدنج هيتا سيرفيا، ايه اللي خلاني في الابر جي اي اشك ان عنده سلايدنج هيتا سيرفيا؟ الكارديا بتفتح مع الاسبيريشن. ما هو الديزيز اساسا جيرد، الديزيز اساسا جيرد يا بتوع يا حبيبي، بس هل هو جيرد لوحده ولا جيرد اسوشيتد مع ايه؟ سلايدنج هيتا سيرفيا، ما نعرفش. تمام، فلو انا دريت المنظار، لو المنظار قال لي في كارديا بتفتح هبتدي اشوف ان في سلايد جاي تسريع، ساعتها بقى اعمل له بقى يمين بط هات داون بوزيشن. تمام، في انفستيجيشن تاني مش روتين بيتعمل، بعض الجراحين بيحبوا يعملوه، بعض الجراحين ما بيحبوش يعملوه في حالات الجرم، بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ اوسوجيال مانومتري. الاوسوجيال مانومتري ده بقى ده الجولد ستاندرد بتاع كل المدريد ديسوردرز، كل المدريد ديسوردرز. طبعا الاوكسجين مانومتري انا عارف النتائج من الاول، يعني لما اجي اعمل مانومتري هيطلع لي بريشر كام هنا؟ اقل من 10. هيطلع لي بريشر اقل من 10. نمره اثنين بقى الفايده الرئيسيه بتاعت المانومتري ده، لو بدي افهمه كده، المانومتري ده بيشوف الكونتراكتايل باور بتاعت الاسوفجس، بيشوف الكونتراكتايل باور بتاع الاسوفجس. لو الاسوفجس بتاع العيان دوت عنده كونتراكتايل باور كويسه بيكونتراكت كويس، وانت قررت تعمل له عمليه طالما الاسوفجس بيكونتراكت كويس فانت ممكن تعمل له اللفه كامله اللي هي نيسن فاندو ايه؟ لايكيشن. انما لو الاسوفجس ده بيكونتراكتايل باور بتاعته ضعيفه اياك تعمل له لفه كامله، عشان لو عملت له اللفه كامله هتخنق الاسوفجس بزياده فالعيان يطلع من العمليه بوت بديسفيجيا،
فهي لو سيستم بنفس زي ما اتفقنا فايدته بس بيحدد لي نوع الرياضه اللي ممكن اعملها ليه للعيان. فاهمين ولا كلام صعب؟ كلام كتير بس احنا ايه فاهمين. وزي ما اتفقنا كده ربنا يخليكم كل عمليات الجلد دي اللي احنا هنقولها نتائجها زي الزفت. والعيان عمره ما بيبقى ساتسفاكشن من نتائج الايه؟ العمليه. فعشان زي ما اتفقنا الجلد علاجه مني اساسا ايه؟ ميديكال. الجلد علاجه مني ايه؟ ميديكال. يمشي العيان على لونج لايف الادويه ديت طبعا. والعيان لما يمشي لونج لايف على الادويه دي لازم حاجات يعملها موديفيكيشن. لازم العيان يبطل سجاير، لازم العيان يبطل قهوه، لازم العيان يبطل الكحول، لازم العيان ما يلبسش لبس تقيل، لازم العيان ما ياكلش ويعمل ايه؟ وينام على طول. لازم العيان ياكل سمول فريكونت ميلز عشان ما يطلعش انسياب كتير. فالعلاج الاسباني هو كونسرفتيف. بعد كده بتعمل اسمه بقى كانت حاجه مهمه قوي 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 قوي. انت العيان ده نفكر نعمله ايه؟ عمليه. انت العيان نفكر نعمله عمليه. ولو هنجيب الجرد بروبلم سولفنج او هيسالك في الجرد الاسئله هتبقى ستريت فورورد كده. لازم هيسالك في الجرد حاجه مهمه جدا الانفستيجيشن بالترتيب اللي احنا قلناه. وجات حاله في الجرد لازم هيسالك حاجه اسمها الورنينج وات ساين. والورنينج ساين دي لو كنتوا عارفين مثلا عامله ايه زي اللي خدناه امبارح كنا راجع المنهج وتربطوا بعض. يعني لما بنذاكر دلوقتي الورنينج ساين بتاعت الجرد عامله ايه زي خدناه امبارح في المنهج لازم تبقوا عارفينه. اللي هي ايوه الريد فلاجز بتاعت الباك بين. يعني في حاجات كده بتبقى مهمه في الشورت اسئله اللي هو بيصدمنا ايه؟ اللي هو بيصدمنا فيها. تمام. مين بقى هنعمل له عمليه؟ هنعمل عمليه للعيانين عندهم نون ريسبوند. اللي هم ما استجبوش للعلاج. ما استجبوش للعلاج اقصى حاجه كام؟ هو كاتب الاسم كاتب ارقام غريبه قوي، هو كاتب لغايه يعني كاتب مره شهرين ثلاثه وبعدين كاتب بيديله فرصته لمده ايه؟ سنه. تمام؟ انت خليها 6 مانس. خليها 6 عشان امسك العصايه من النص. والله كتاب الاسم كاتب كده اهو. انتراكتبل نون ريسبوندر شهرين وممكن تديله فرصته من 6 ل 12. طبعا الارقام كلها ايه؟ هتدخل في بعضها، يعني ايه شهرين وبعدين 12 مش فاهم انا؟ خليها 6 مانس. خليها ايه؟ 6 مانس. تمام؟ او هنعمل عمليه طبعا للعيان لو كان يجيله كومبليكيشن. ما احنا زي ما عارفين كده انديكيشن لاي عمليه بنروح لمين اسطمبه، انديكيشن لاي عمليه فيلير وات؟ ميديكال تريتمنت اند اوكيرنس اوف ايه؟ كومبليكيشن. فاحنا خلينا نبتدي باول حاجه كده اهو. فيدرال ميديكال تريتمنت ولا انت يجي له كومبليكيشن. يعني ايه كومبليكيشن حضرتك؟ يعني فالت. ايوه فاهم. انت الوحيد اللي ضربت يدك. كل اللي حواليا قاعدين نبطل؟ ده الرسول لسه طازه. نبطل شويه عشان طازه خلاص. وعايز اقول لكم حاجه برضه ربنا يخليكم. لما تحسوا كده ان انا عايزين ابطا يا ريت يبقى ايه يعني اثنين ثلاثه يبصوا لبعض كده ويبقى قرار ايه مره واحده. جماعي يعني ما نقعدش ايه عشان اوريدي في ناس فاتحه حاجات يعني مين واقع منه حاجه. لغايه نوع العمليه فاهمه دونا لغايه نوع العمليه فاهمه على حسب الراب. لو كنت بركان باور كويسه بنعمل كومبليت راب. لو كنت بركان باور ضعيفه بنعمل ايه؟ بارشل راب. هنيجي نتكلم على العلاج. العلاج زي ما اتفقنا ميلي ميديكال وكونزرفاتيف والعيان يخس ويبطل سجاير ويبطل قهوه وكوميونيكيشن لايف ستايل وياكل خفيف وياكل ما ينامش كلمتين اللي ممكن نقول. مين بقى نعمل له عمليه؟ مين نعمل له عمليه؟ نمشي على السكيما بتاعتنا. هنعمل عمليه لو في رباط ميديكال تريتمنت اقصى حاجه قد ايه؟ 6 شهور. هنعمل عمليه لو العيان ما ينفعش ياخد ميديكال تريتمنت. حلوه السكيما دي تيجي معانا. مين اللي ما ينفعوش ياخدوا ميديكال تريتمنت؟ اللي عندهم اوستيوبروزس او يانج ادلت. لليانج ادلت هيجي لهم معلش شتو بلوكر من بروتوكول كومباني يبدو اوستيوبروز. يبقى هنعمل عمليه لو فيدرو ميديكال تريتمنت. هنعمل عمليه لو العيان ما ينفعش ياخد ميديكال تريتمنت عشان يانج ادلت هيجي له اوستيوبروزس او هو اوريدي عنده اوستيوبروزس ما ينفعش ياخد ميديكال تريتمنت. هنعمل عمليه لو حصل كومبليكيشن زي مثلا ستريكشر زي بيرتو سورجس لازم نعمل عمليه. اهم حاجتين بقى هنعمل عليهم عمليه من غير ما نفكر من غير ما نفكر يعني لو العيان عنده وضع اهم حاجه فيلر ريفلكس او الكلاين ريفلكس يعني هنعمل عمليه لو كونديشن اسوشيتد معاها لارج سلايد هايدن سيل. لارج يعني لازم تبقى الهايدن سيل اكتر من كام؟ 5 سم. لو هي تسلم صغيره از نوت انديكيشن فور وات؟ فور سيرجري. تمام. بعد كده برضه كاتب كتاب الاسم كاتب حاجه حلوه قوي 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 يعني بيقول لك ايه؟ دي تتكتب برضه في الامتحان. لو سيمتومز كورليت تو او كورليت ويز نون اسيد ريفلكس
وايد اور ماكسيمم دوز تو بي اور ما نتاكل دي ولا لا طب اكتبوها عشان دي حاجه تجيب درجه دي مش هو الناس مره فاتت ممنوع نعمل لها مره دي مش هي دي اللي هتجيب يعني مش هي دي مش هي دي اللي هتخلينا نجيب السوبر ماركت هي يعني هي حاجه حلوه خلاص يعني symptoms قول لي بليز then the one one of the indications of surgery symptoms glutitis non acid reflux wide or maximum dose TPO have a map body wide or maximum dose TPO symptoms glutitis symptoms glutitis non acid reflux wide or maximum dose TPO ما هي على بلان الفلوكس على الكتير هي بس البيل الفلوكس هي على بلان الفلوكس ما نعتبكم جملة دي بس اكتبوها حمال كتبتوا جملة طيب symptoms correlate with non acid reflux wide or maximum dose TPO يعني ايه الكلام اللي ليه دوت يعني انا اديت maximum dose TPO فلما اديت ماكسيمم دوز تي بي اي الان لسه عنده ريفلكس بس الريفلكس ده ايه بقى؟ نون اسيدك الريفلكس النون اسيدك ده عمال برضه بيعمل له اكسبيريشن ونون الرجيك اسما وشوكينج وفانيجايز حد فاهم حاجه؟ يعني العيان انا اديته البي بي اي فلما اديته البي بي اي بقى عنده لسه عنده ريفلكس برضه هو البي بي اي ما بيمنعش الريفلكس البي بي اي ما بيمنعش الريفلكس البي بي اي بيخلي الريفلكس ماله؟ نون اسيدك فالاسوجاتيز ايه؟ والهارت بيرن ايه؟ يلي بس اللي عنده بي بي اي ستيل عنده ريفلكس فالعيان جاله بي بي اي هو ستيل عنده ريفلكس الريفلكس ده بقى اعمل له ايه بقى؟ نون الرجيك اسما واعمل له فانيجايتس وبيصحى بالليل يشرب فده بيسموه العيان دلوقتي وط العيان بقى عنده سيمتومز وط نون اسيد ريفلكس يعني كانه عنده اتيبيكال سيمتوم بس هو دلوقتي ما بيسموش اتيبيكال سيمتوم بيسموا العيان وط نون اسيد ريفلكس او ماكسيمم دوز بي بي اي دكتوراه في الجلد دكتوراه في الجلد كاتب دكتوراه الدكتور ده سعد كاتب دكتوراه في الجلد تمام ادي برضه من ضمن الانديكيشنز هو ايه؟ سيرجري خلاص عرفنا مين اللي هنعمل له عمليه مين اللي هنعمل له عمليه تمام مين اللي هنعمل له عمليه هنجيب العيان هنجيب العيان ونعمل له العمليه تمام والعمليه بتتعمل لابوروسكوبيك العمليه بتتعمل لابوروسكوبيك ما حدش بيعمل عمليه دلوقتي اوبن والعمليه الشعبيه اسمها فاندو ايه بلايجيشن لو خدنا الفاندس ولفيناها 360 درجه دي بيسموها ديسل فاندو ايه بلايجيشن تمام لو خدوا الفاندس ولفوه 270 درجه بس من ورا او سابوا حته من قدام عيانه بتاع كده بيسموا العيان عمل عمليه اسمها وات توبيه فاندو ايه بلايجيشن تمام وفي عمليه كده بتدلعها في النص في عمليه كده بتدلعها في النص تمام حتى تركو كان واحد من الاساسيات اللي الله يرحمه بيعملها يعني كانوا بيحطوا جوه السورفس كده خازوق والعين نايم وبعدين يلفوا الفانتس 360 ايه 360 درجه ويخلوا الفانتس مريح كده والعمليه دي كان اسمها ايه؟ فلوبي نزل فاندو ايه؟ بلايكيشن تمام بعد كده برضه هتزوده في العمليات هتزوده في العمليات ان لو العين كان معاه لو العيان كان معاه سلايدنج بيتا سيرفيوم يعني العيان اللي نعمل فاندو بلايكيشن بس العيان اللي نعمله فاندو بلايكيشن بس دي يمكن نسيت اقولها في المحاضره الاولانيه برضه معلش ما المحاضره الاولانيه كنت اول مره برضه في حياتي بشرح حاجات بالتكنيك الايه؟ الجديد بتاع الدكتور ده سعد ده فممكن يبقى ميزت مني جمله او اثنين معلش انا اسف يعني تمام لو العيان كان عنده اسوشيتد هيتا سيرنيا لازم تعمله نيرفنج وذاكرورا يعني ايه نيرفنج وذاكرورا؟ ايه ده يبقى فتحه الديافرام عشان الرنيا ما ايه؟ ما تطلعش تاني ده بيبقى مش كل العيانين بتعمل لهم نيرفنج وذاكرورا مين العيانين اللي بتعمل لهم نيرفنج وذاكرورا؟ مين العيانين اللي بتعمل لهم نيرفنج وذاكرورا؟ لو كان عندهم اسوشيتد ايه؟ سلايدنج هيتا سيرنيا تمام المهم
يخليك. المهم بقى ربنا العمليه دي زي ما اتفقنا نتيجه ايه؟ زي الزفت، لان دي نتيجه زي الزفت. وبعد العمليه يعني بيجي لهم ايه؟ ديسفيجر. ليه العيان بيجي له ديسفيجر؟ عشان الرئه ضيقه قوي، الرئه ضيقه قوي وعلى الدبريشن قوي، فالعيان جاله ديسفيجر مش عارف يبدا. وفي عينين بيجي لهم ريكارنس. ليه العيان ممكن يجي له ريكارنس؟ عشان الرئة واسعة وما عندهاش بريشر ايه؟ قوي. وفي عينين بيجي لهم جاس بلوس سندروم. يعني ايه جاس بلوس سندروم؟ يعني العيان بص ما بيعرفش يتكرر. ليه العيان ما بيعرفش يتكرر؟ عشان انت حاطه ضيقتها قوي، ضيقتها قوي، فما بقاش حاطه في ريفلكس مين؟ للجاس. فعشان كده دي كومبليكيشن بتاعت العمليه. جاس بلوس سندروم وريكارنس والعيان بيجي له ديسفيجن. كل دي اسمها كومبليكيشن للعمليه. اتفقنا نتائج العمليات دي زي ايه؟ زي الزفت. نتائج العمليات دي ايه؟ زي الزفت. بعد نتائج العمليات زي الزفت ربنا يخليكم بقى، عملوا كده حاجه اسمها كريتيريا. دي برضه ما قلتهاش في العمليه في الحصه الاولانيه. كريتيريا اللي بتطلع بتقول لك كريتيريا فور اوتكم اوف سيرجري، اكتبوها على الشمال. او الناس اللي معاك تاول اسم مش محتاجه تكتب حاجه. كريتيريا للنجاح العملية، كريتيريا أو أوتكام أو سيرجن. يعني إيه مثلاً؟ يعني هما عملوا تجارب وأبحاث، عملوا تجارب إيه؟ وأبحاث، وعملوا تجارب وأبحاث، هما كده ولا كده عارفين نتائج العملية دي مالها؟ زي الزفت، نتائج العملية زي الزفت. عايزين يشوفوا بقى مين العينين اللي فعلاً النتائج دي هتطلع حلوة، مين النتائج اللي هتطلع حلوة، تمام؟ فلو النتائج اللي هتطلع حلوة اللي هما إيه بقى؟ اول حاجه اللي هم بيرسبوند كويس للميديكال تريتمنت. حبايب بقولها الحته دي كنت بقولها كل سنه من جديده قوي يعني حبايب هان. اللي هم بيرسبوند كويس للاسيد سبريشن ثيرابي. اللي هم بيرسبوند كويس للاسيد سبريشن ثيرابي. يعني ايه مثلا؟ افهمها لكم انا. عندنا اثنين عيانين. عندنا اثنين ايه؟ عيانين. واحد خد البي بي اي ماكسيمم دوز، ولما خد البي بي اي ماكسيمم دوز السيمتومز بقى لها ما اتحسنتش، فقررنا نعمل له ايه؟ عمليه. واحد تاني خد البي بي اي الماكسيمم ايه؟ دوز، والسيمتومز بقى لها اتحسنت، بس هنضطر نعمل له عمليه برضه. ليه مثلا هنضطر نعمل له عمليه برضه؟ عشان مثلا معاه سوشيتا ريتا سيرنيا، عشان مثلا يانج ايج ما ينفعش ياخد الدواء ايه؟ على طول. فهمتوا الفكره؟ مين بقى من دول هيتحسن مع العمليه احسن؟ اللي اتحسن على البي بي اي، واللي ما اتحسنش على البي بي اي؟ اللي اتحسن على البي بي اي. لقوا في النتائج كده بيقول لك حتى بتتقال كنا زمان بنقولها زمان ازاي؟ A good response to medical therapy. A good response to medical therapy will mean good response to what? To surgery. اللي ده هيشوف response احسن. A good response to medical treatment is good response to surgery. عارفين دي خدتوها انتوا في الهيماتولوجي بس ناسيين فين؟ خدتوها حاجه شبهها في الهيماتولوجي بس انتوا ناسيين فين؟ افتكروا كده في الهيماتولوجي في البطنة في حاجه شبهها كده بس انتوا ناسيينها فين؟ صدقوني خدوها في البطنة بس حاجه شبهها كده، ان العيان اللي هيتحسن على ده هيتحسن اكتر لما تعملوا سبرينكتوم. والعيان اللي مش هتحسن عليه مش هتحسن قوي لما تعمل له سبرينكتوم. خدوها في البطن. الاي تي بي. الاي تي بي. ايوه الاي تي بي كنتوا بتعملوه ازاي في البطن؟ الاي تي بي كنتوا بتعملوه ازاي في البطن؟ كورتيكوسلويز. كورتيكوسلويز. وكان العيانين ساعات بيحتاجوا بعد الكورتيكوسلويز يعملوا سبرينكتوم. تمام. لقوا في التجارب كده بتاعت الاي بي او لقوا في الاي بي كده ان العيان بيشوف جود ريسبونس على وقت كورتيكوسلويز هو اللي هيشوف جود ريسبونس اكتر لما تعمل له سبرينج استحاله ما تقطعش البطن. فكده اتكلمت؟ دي شبهها كده تمام؟ يبقى ربنا يخليك العينين اللي هيشوف جود ريسبونس للثيرابي للعمليه سوري هم العينين اللي شافوا جود ريسبونس على وقت على بروتوكوبي انيبيتورز تمام. مين تاني يستجيب للعمليه احسن؟ هل التيبيكال سيمتوم ولا لا تيبيكال سيمتوم؟ التيبيكال سيمتوم اللي بيشوف جود ريسبونس التيبيكال سيمتوم احسن.
اللي بيشوه ريسبونس التيبيكال سيمتوم احسن. مين اللي بيشو جود ريسبونس احسن برضو؟ اللي عندهم البي اتش متري اسيدك اكتر، اللي هو التيبيكال بي اتش متري اللي هو اقل من كام؟ اللي هو اقل من 4. مين بيشو ريسبونس احسن للعمليه؟ اللي عنده جود بريستالتيك اوستروكس. ايه؟ الثاني هنعمله عمليه ليه؟ لا الجود بريستالتيك اوستروكس حبيبي، جود بريستالتيك اوستروكس يعني اعمل له النسل وانت مش خايف. طب خلاص انت عالجت الموضوع، اعمله الناس اللي عنده جود بريستالتيك اعمل له الناس اللي انت مش خايف. اللي عنده اللي ما عندوش الاسوفجاس بريستالتيك كويسه غصب عنك هتضطر تعمل له توبيه، والتوبيه اساسا ما بتعليش البريشر فبيجي له ايه؟ بيجي له جرد تاني. فهمتني؟ ف انا ايوه يا احمد ايه؟ يعني لو هم بتطلع نتائجهم في البي اتش متر دوت اقل من 4 هم دول اللي بيشوفوا ريسبونس احسن، انما لما بيطلعوا بيدي الكاسترايتس وسوري الكلاين ريفلكس نتائج العمليه بتطلع معاهم وحشه. يعني من الاخر كده، من الاخر كده ربنا يخليكم، من الاخر كده، من الاخر كده نتضح من الجود كريتيريا دي او الكريتيريا دي ان مين العينين اللي بيشوفوا جود ريسبونس اللي كلهم تيبكال في كل حاجه، يعني هم عندهم تيبكال ايه؟ سيمتوم وعندهم ايكروسوفجاس بريستاليسيس كويسه والبي اتش متر بتاعهم طالع عادي اقل من كام؟ من 4. ولما بياخدوا بروتون بامب انهيبيتور مالهم؟ بيتحسنوا بيتحسنوا. يعني من الاخر كده كل حاجه في العام ماشيه ناحيه الطبيعه، كل حاجه ماشيه في العام ناحيه الطبيعه. الحته دي مهمه جدا 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 اللي هم العاملين اللي بيشوفوا الريسبونس منين؟ الاستروج. طيب ماشي، ما انا عايز اوصل لك دول بس. لا هو يسلك لغايه ما الصباعين ايه؟ معايا يا امال؟ لغايه ما الصباعين يقابلوا بعض كده ويثبتوا الاسوفجاس من فتحه الدافرام ويشيلوا الاسوفجاس من غير ما يفتحوا الايه؟ الثوركس خالص. والعمليه الغريبه دي كان اسمها وات؟ بلايند ترانسيتال اوسوجيت، كان اسمها بلايند ترانسيتال اوسوجيت. البلايند ترانسيتال اوسوجيت هي اللي بتتعمل لو الديزيز نوت كانسر اوسوفجاس. فلو العيان عنده بلد مع هايجريد ديسبيزيا هنعمل له بلايند ترانسايتا اوسوجيكت. فاهم يا عويس مبسوط؟ حلو جاكي، حلو جاكي، حلو احلى جميل جاكي جاكي جميل. قول عبد الله على السلامه، اليومين مش بتجيب محل يوم واحد. طيب ماشي، ازيك يا مونت؟
تمام؟ فهنعمل بلايند ترانسهيتر وسوجيكت. بلايند ترانسهيتر دي عمليه مش راديكال. البلايند ترانسهيتر دي عمليه ايه؟ مش راديكال. وبرده يعني كنت جيت في خانه كده على الشمال، وجمعت لكم ايه الحاجات اللي هي ممكن بنعمل بلايند ترانسهيتر وسوجيكتلي مش عايز ديك في لوك دايسكشن في البلايند ديزيزز. ايه الحاجات اللي احنا بنعمل فيها بلايند ترانسهيتر وسوجيكتلي في المنهج عندنا؟ يلا نبدا واحد اثنين. خلينا الاول بالانس وزبط هاي جريد ديسبيزيا. بالانس وز هاي جريد ديسبيزيا مين تاني كنا بنعمل له العمليه دي اللي هي 49 ميجا وسوبرس لو كان كارديك ابليزيا ميجا وسوبرس على الكارديك ابليزيا. مين تاني كنا بنعمل له العمليه دي بلانت البوست كولوس اللي اتلغى من عليه البوست كولوس اللي في الديزاليتيشن اللي اتلغى عليه. هل الجلد ربنا يخليكم له علاجات مستحدثه؟ ايوه الجلد له علاجات مستحدثه. ايه العلاجات المستحدثه بقى؟ راديو فريكونسي كده يحاول يعلي البريشر. اسمه ايه الراديو فريكونسي ده اللي بيحاول يعلي البريشر؟ سترينتا تكنيك. وكان حاطط عليه صوره المحاضره سترينتا تكنيك. سترينتا تكنيك ده اللي هو راديو فريكونسي عشان يحاول يعلي البريشر. تمام. ايه تاني حاجات مستحدثه في علاج الجرد؟ تف 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 دي بتحصل وقت ترانس اورال انسيجنلس فاندوبلايكيشن. يعني بيحاول يعمل فاندوبلايكيشن بالمنظار من بقه لبعض. تمام. وزي ما قلت لكم هو راح خد الجرد في فرنسا وبيعمل ايه؟ طلعوا علينا. دكتور ده ساعة دارس جلد في فرنسا. هو من الأصل على فكرة دكتور ده ساعة برضه يعني إحقاقا للحق الواحد يدي كل الناس حقها. عمليات الأسرة صعبة جدا. الدكتور ده ساعة دلوقتي في المحاضرة من أشهر الناس اللي بيعرف يعمل عمليات الأسرة. دي تتحاسب له يعني. الحمد لله احنا كده خلصنا مين بكل الحاجة اللي صعبة اللي فيه. الجلد. ايه اللي زودناه النهارده ما كنتش قلته في الحصه الاولانيه؟ الجمله الوحيده بتاعت اللي هي العينين دول اللي هم ايه؟ بوكان اسيد ريفلكس لما خدوا ايه؟ البي بي اي والكراتيريا بتاعت نجاح العمليه. الحمد لله خلصنا الجلد. مين الديزيز الثاني اللي بناخده بقى مهم قوي عندنا ده ظريف؟ هبتدي بكانسر السيرفكس عشان عملياته اصعب. نبتدي من كانسر السيرفكس. ايه الكلمتين السادة اللي كنا كتبناهم في كانسر السيرفكس؟ يعني كانسر السيرفكس دوت اللي سبريد والسيمبتوم بتبقى ايه؟ ليه؟ فبالتالي البروجنوزس دي ماله؟ زي الزفت. البروجنوزس في كانسر السيرفكس زي الزفت. كان في كذا حاجه بتعمل كانسر السيرفكس. الجرد كان بيعمل كانسر السيرفكس. الهيئة الثانية سلايدنج ممكن تعمل كانسر السيرفكس. الفراتيك اكليزيا كان بتعمل كانسر السيرفكس. البوست كوروسيف كان بيعمل كانسر السيرفكس. الفود كونتامينيشن بالفنجاي كان بيعمل كانسر السيرفكس. مين الفيتامين ديفيشنسي اللي بيعمل كانسر السيرفكس؟ فيتامين اي ديفيشنسي كان بيعمل كانسر ايه؟ السيرفكس. دي الحاجات. كان في البطن ديزيز كده غريب اسمه كلامر بيرسون سيندروم. ولا مش فاهمين كلامر بيرسون سيندروم؟ كلامر بيرسون سيندروم كان بيعمل كانسر ايه؟ ما تنسوش بس ربنا يخليكم من الحاجات الجديده حته الفود كونتامنيشن بالفنجاي وحته الفيتامين اي وات ديفيشنسي وبرضه الراديشن. بيعمل كانسر ايه؟ السيرفكس. بالمناسبه يعني عايز تحط السموكينج والالكول. بيعملوا كل انواع الايه؟ الكانسر. ما علينا. ده كده الجيولوجي بتاع الكانسر والسيرفكس. بعد ما خدناه الجيولوجي كنا بناخده باثولوجي. والباثولوجي ده كان سايت وكان ماك وكان مايكرو وكان ايه؟ سبريد.
طبعا السايت يبقى المطلوب هو سايت اللي بيعمل كانسر للصوت بس هو اللور سيرد. هو اللور سيرد تمام؟ الابر سيرد 20% 30% نيدل سيرد واللور سيرد 50% وماكروسكوبك زي اي كانسر بيعمل كولي فلاور ماس بيعمل مالينت ألسر بيعمل مالينت ستريتشر ده كده مايكروسكوبك. مايكروسكوبك طبعا الابر تو سيرد بيبقى سكونا سالي كارسينوما واللور سيرد اللي هو توب اوف بالانس بيوت ادمو ايه كارسينوما. وتاني ما اعرفش المحاضره قالوا هم 50 50 ولا ادمو كارسينوما اكتر مش عارف. قول يا تالت المحاضره قالوا 50 50 ولا 51 49 ما علينا يعني هم غالبا 50 50 غالبا يعني ادمو كارسينوما 50% ادمو كارسينوما 50% والسكوما سيل كارسينوما ايه 50% بعد يعني مش هتفرق انما لو جالك الامتحان يعني مين الاكثر غالبا الاكثر غالبا دلوقتي مين لو خيرك الادنوكارسينوما اكثر ولا السكوما سيل كارسينوما اكثر مين الاكثر دلوقتي فعلا الادنوكارسينوما الاكثر الادنوكارسينوما اللور سيرت الموست كومن سايت ما عليهاش اختلاف اللور سيرت هي الموست كومن سايت ما عليهاش ايه اختلاف انما الاختلاف دلوقتي يا ترى هم 50 50 ولا الادنوكارسينوما اكثر لو خيرك تبقى الادنوكارسينوما هي الايه هي الاكثر. بعد كده هنيجي على السبريد. السبريد طبعا في دايركت كانسر ايرلي دايركت ايرلي ليمفاتيك. دايركت يبتدي يمسك باللي حواليه على حسب مكانه يعني لو كلام سهل لو سيرفايكال اوسوفاجس يمسك في التراكيه يمسك في الثايرويد لو ميدياستاينال اوسوفاجس يمسك في اللنج يمسك في البلورا يمسك في الاورطه لو ابدومينال اوسوفاجس يمسك في الديافرام يمسك في الليفر يمسك في السبين يعني في الدايركت سبريد حط بس الحاجات اللي ايه؟ اللي حواليه، ما حدش يقول لي مثلا هيمشي في الكولون، في الابدومينال سيرفيس، ما حدش يقول لي هيمشي في الدادل، خلينا في الحاجات اللي فين؟ اللي في الابر ايه؟ ابدون يعني. طيب. بعد كده بنيجي على الليمفاتيك سبريد. في الليمفاتيك سبريد جرى العرف يعني، جرى العرف ان يعني لو سرفايكال سيرفيس يروح لاني ليمف نوز سرفايكال، وسلاسل سيرفيس يروح لاني ليمف نوز ميديا ساينر. وابدومينال اوسوفاجس يروح لاني ليمف نوز سيليم ده جرى العرف كده جرى العرف كده جرى العرف كده بس في الكانسر اوسوفاجس في حاجه مهمه قوي في الكانسر اوسوفاجس في حاجه مهمه قوي في الكانسر اوسوفاجس ان الاوسوفاجس ده كله دريند زياده دريند زياده في حاجه اسمها السابي بوزا ليمفاتيك بلكسس تمام السابي بوزا ليمفاتيك بلكسس والسابي بوزا ليمفاتيك بلكسس اللي موجوده في الاوسوفاجس دي ممكن بعد كده تبعت لي فلوز لايه؟ لكل حته تمام؟ فمعناه كده على كلام كتاب الاسم يعني ان لو في كانسر سيرفايكال اوسوفاجس ممكن انتشر في اي ليمفروز الثلاثه ولو في كانسر ابدومينال اوسوفاجس المفروض ينتشر في اي ليمفروز الثلاثه ولو في كانسر سيرفايكال اوسوفاجس المفروض ينتشر في اي ليمفروز الثلاثه فاهمين ولا كلام صعب في فرنسا؟ تاني يعني هو المفروض المفروض جرى العرف المفروض جرى العرف ان لو كانسر لو كانسر سيرفايكال اوسوفاجس يروح لمين؟ سيرفايكال انكلوز يلا هتاخد اوسوفاجس على مستوى فرنسا ولو كانسر بيتر اوسوفاجس المفروض يروح لمين؟ للميديافتاينال انكلوز ولو كانسر ابدومينال اوسوفاجس كان المفروض يروح لمين؟ للسيليك انكلوز ده كده بنسميه سيجمنتال يعني كل سيجمنت بيروح لمين؟ للحته بتاعته كل سيجمنت بيروح للحته بتاعته ده مش اكتر بقى هو نص سيجمنتال اللي فات اتنش على السوفرس از نص سيجمنتال اللي فات اتنش على السوفرس از نص سيجمنتال يعني ايه نص سيجمنتال؟ يعني قبل ما كل حته تروح للحته بتاعتها السوفرس كله دريب بحاجه اسمها سب ميكوزا ليمفاتيك بلكسس دي سب ميكوزا ليمفاتيك ايه؟ بلكسس وسب ميكوزا ليمفاتيك بلكسس دي بتبعت لاي حد يعني ممكن مثلا سيرفنسس في السيرفايكال اوسوفاجس اهو يجي هنا في السب ميكوزا ليمفاتيك بلكسس دي يجي هنا وبعد كده يروح لها مين؟ السيليم فبالتالي المفروض في عمليات الكانسر اوسوفاجس ابقى راديكال في كل ليمفروز هو للاسف بس نسي يقول حاجه بيزك قوي ومهمه جدا 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 ان الكلام ده من فوق لتحت خش لتحت لفوق حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟
يعني لو كان السيرفايكال اوسوفجس ممكن يبعت مين؟ لتحت، بس الابدون ما يبعتش وقت لفوق. بس انتوا خدوك على قد كلام كتاب الاسم. هو كلام كتاب الاسم يعني ان الكانسر في اي حته فممكن يبعت مين؟ لاي حته. فبالتالي الانفاتيك دينتال اوسوفجس از نوت وات سيجمنت. بس شور من معلوماتنا، شور من معلوماتنا ان هو لتحت بس مش في كل حته. يعني الفوق يبعت لتحت بس لتحت ما يبعتش ليه؟ لفوق. عشان كده حتى لما كنت برشح لكم السيفتي مارجن في الاسوفجس لما بنيجي نعمل العمليه السيفتي مارجن لما بجيب السيفتي مارجن باخد فوق تيومر كام سنتي؟ 2-5 سنتي ماكسيموم. لما السيفتي مارجن تحت التيومر قد ايه؟ كله كله. ليه كله؟ عشان الامباتيك سبريد ماله؟ لتحت. بس احنا هنمشي على كتاب الاسم خلاص هنا الامباتيك سبريد ماله سيجمنت. الجولد سبريد ده ليه وليه خالص؟ الجولد سبريد ده ليه وليه وليه؟ يعني غالبا بيموت من الفاكت بتاع التيومر. تيجي ندخل على سيرته بتاعت الكانسر اوسوفجس كنت عملتها لكم جمله ظريفه كده العيان بيبتدي يجيله ديسفيجيا وبعدين وقت بيموت البريزنتنج سيمتوم ديسفيجيا والعيان بيموت. في الريلي كانسر اوسوفجس مفيش سيمتومز خالص. العيان ما بقاش عنده سيمتومز ايه؟ خالص. بعد كده هيبتدي يجيله وقت ديسفيجيا والديسفيجيا بتبقى مين الاول للسوليد وبعدين الديسفيجيا بتبقى للسوليد والفلويد وبعدين الديسفيجيا دي بتوصل للمرحله الاخيره اللي ما بيعرفش يعمل ايه؟ يبدا عليه خالص وبيسموا دي مالينا ديسفيجيا شور بوزيت وبروجريسيف بورز والان عنده فيري باد جنرال كونديشن واسيميا واسيميا وانيميا وادريكسيا كل دي بيسموها مالينا ديسفيجيا. بعد كده العام بيموت ما بيعرفش يعمل حاجه. يعني ايه العام بيموت؟ يعني التيومر مثلا يروح مفرع في البلورا بعدين يجي له ديستاينايتس ويبقيمه وساعات التيومر بيفرع في الاورطه بعدين يجي له ايه؟ بيبدأ هيماتيمسيس ويموت وساعات التيومر ممكن مثلا يمسك بالتوب فرينيك نيرف بعدين يجي له وقت ده فراجماتيك باراليسيس ساعات التيومر بيمسك بالتوب الترانزنجيال نيرف بعدين يجي له ايه؟ سترايدو. العام بيموت هنا من اللوكال افكت بتاع التيومر. العام بيموت من اللوكال افكت بتاع التيومر. مش عايز احكي القصه كده يعني مره وانا نايم جالي عيان في العياده وانا نايم يعني اوكي بتشخص كده كانسر اوسوفجس وحالات الكانسر اوسوفجس دي بتبقى ليه؟ وزي ما قلت لكم مش كل الجراحين بيعرفوا يشغلوا وقت كانسر اوسوفجس محتاجه جراح شاطر قوي تمام. فانا نايم كده لما كنت بتعكس حاله كانسر اوسوفجس كاني مثلا معايا ايه حاله بريشس ومخبيها. فاهمين يعني مخبيها؟ يعني عندنا حاله دي في الاسم كانسر ايه؟ اوسوفجس. وكل الناس هتقعد تسال وات فاتوبيلتي؟ ما احنا زمان فاتوبيلتي بقى لها سنه واحده، احنا قبل كده كنا ايه؟ جنرال وجيرتي عادي، كنا جيرتي عادي تمام؟ فكان عندي حاله كانسر اوسوفجس وكنت لسه هبتدي اقول بقى انا نايم بقى سينيور وجايب حاله كانسر ايه؟ والناس بقى هتيجي تشتغل والناس هتيجي تتفرج والناس هتيجي تتعلم لان حالات الكانسر اوسوفجس دي صعبه. عجبت العيال الساعه 11 الدور بس الساعه 2 الدور دخل حمامات. اللي حصل ما فهمنا. هل بقى التيومر فرع؟ هل جاله انترنال هيموريج؟ تمام؟ يعني ما لحقتش اقول انا عندي حاله ايه؟ كانسر ايه؟ اوسوفجس تمام؟ فبلغت للرئيس الوحده حضرتك انا عندي حاله كانسر اوسوفجس ماتت. ماتت النهارده الساعه 2، طب هي دخلت امتى؟ حضرتك النهارده الساعه 11. تمام؟ فالعيان بقى فكروا بس بيكون في اللوكال افكت بتاع الايه؟ بتاع التيومر. عايزين انفستيجيت العيان، فعندك انفستيجيت العيان ربنا يخليكم، انفستيجيشن فور برايمري، انفستيجيشن فور وات؟ فور سكند. لو عايز اشخص التيومر طبعا فلازم هنعمل افر جيلتين اندوسكوبي ولما نعمل افر جيلتين اندوسكوبي هو ده الدياجنوستيك طبعا لازم ناخد في العينين بايوبسي وطبعا غالبا هتطلع عينين كارسينوما دلوقتي تمام. فور برايمري برضو ممكن نعمل باريوم سوالو وزي ما انتم عارفين باريوم سوالو بيبان بقى شورت دريك وبيبان المنظر ده بتاع الريد تيل ايه؟ ابيرنس يعني. فطبعا هو الدياجنوستيك احسن هو الافر جيلتين اندوسكوبي وبناخد ايه؟ بايوبسي تو اساس السكندريز. عايز اعرف التيومر ماسك في اللي حواليه مش ماسك في اللي حواليه. عايز اعرف التيومر بعد ليمف روز مش بعد ليمف روز. مين بيقول بقى اذا كان التيومر بعد ولا مش بعد ليمف روز ماسك في اللي حواليه ولا مش ماسك في اللي حواليه. سبايرال سي تي سكان وسبونتوس. سبايرال سي تي سكان وسبونتوس تمام. ايه عيب بقى السبايرال سي تي سكان وسبونتوس ده؟ ان لو قال لي قال لي يعني ايه قال لي قال لي في ليمف روز يعني اكيد في وط. يا رب يبقوا فاهمين. لو سي تي قال لي ليمف نوز يبقى اكيد في ليمف نوز. لو سي تي قال لي تيومر ماسك في اللي حواليه يبقى اكيد وات ماسك في اللي حواليه. بس ساعات السي تي بيمس ليمف نوز صغيره وساعات السي تي بيمس لو في مينيمال انفيجن فين؟ في السراوند. مين بقى يجيب لي الاحسن المينيمال انفيجن في السراوند؟ مين احسن يجيب لي لو في ليمف نوز صغيره حواليهم؟
الاندوليومينال التراساوند فبالتالي كلكم هتقولوا لي يا دكتور طب ما تعمل اندوليومينال التراساوند على طول، ما حدش بيبتدي بالانفيزيف. اندوليومينال التراساوند ده ايه؟ انفيزيف دي منظار وكاميرا وكاميرا وبروسومار داخل. الكلاسيك بيبتدي بيه طبعا بي سي تي، لو سي تي قال ان هو نيجاتيف وعايز اطمن زياده ان هو نيجاتيف، واحد في النيجاتيف مفيش اي حاجه، نقول نعمل ايه بقى؟ اندوليومينال ايه؟ التراساوند. في حاجتين جداد كده ممكن تكتبهم في الامتحان، مش هيخسروا يعني، مش هيخسروا يعني كل اساسنا برضو ان انا اعمل دايجنوستيك بروسكوبي واعمل دايجنوستيك ميديال دايجنوستوبي او سوراكوسكوبي. يعني ايه دايجنوستيك بروسكوبي؟ يعني ايه دايجنوستيك سوراكوسكوبي؟ يعني يدخلوا في المنظار كده يتفرجوا بقى التيومر عامل ايه؟ في بروتين نودولز، في ليمف نودز، دول مش كلاسيك. يعني مش كلهم رايحين ايه؟ مش كل الجراحين بيعملوهم، مش كل الجراحين بيعملوهم، بس برضو هو من ضمن الحاجات اللي بتتعمل تؤسس الايه؟ تؤسس مين؟ الاوبرابيلتي. زودناها ولا ما زودناهاش دول؟ زودناها، ما حدش حل مولات، ايه اللي معمول جنبنا؟ عايزين نعالج الكانسر والسوركس، الكانسر والسوركس كنا بنقسم على حاجه من الاثنين، يا ترى العيان اوبرابول؟ ولا العيان وط؟ ايه اوبرابول؟ يعني ايه كلمه اوبرابول؟ كلمه اوبرابول يعني تيومر ريسكتبل؟ يعني تيومر ايه؟ ريسكتبل بلس بلس نو ايه؟ ديستنت ايه؟ ميتاستاسيس نو ديستنت ميتاستاسيس. وبرضه لما قريت من السطور كتاب الاسم تاني، لما قريت من السطور كتاب الاسم تاني، لازم العيان، لازم العيان يبقى عنده فيري جود ريسبيراتوري فانكشن. لازم العيان يبقى فيري جود ريسبيراتوري وكارديك فانكشن. هو ايه فورس ريسبيراتوري فوليوم ده؟ ايه ال اف اي في اي 1 ده؟ وان يعني ايه؟ اول سكند المفروض تبقى نورمال كام؟ يعني كام لتر يعني؟ ايه؟ 4 لتر. تمام. هو كتاب الاسم كاتب يعني ان برضه معلش معلومه يعني لحسن تطلع مهمه ونجيلها في الامتحان. قال لك لو لقيت في دي 1 ده اقل من الاثنين ما يعملش العمليه. ما هو كتاب الاسم كاتب كده، لو لقيت في بي لو لقيت في بي 1 ده اقل من الاثنين ما يعملش العمليه، عشان حتى لو العيان كان اوبرا ريسكتبل غالبا هيموت فين؟ في العمليه. غالبا هيموت في العمليه. العيان 1 وذا كونتر انديكيشن العمليه، العيان اللي عنده بادز دي عمليه كبيره. وطبعا في ناس اوريدي بتزود كتاب الاسم مع نفسها، بس انا بعتبر ان 90% من العيادين قصادي ما عندهمش اساسا في البيت مين؟ كتاب الاسم. ماشي ما ماشي انا بحاول ارد كل الناس. تمام. وان اوف ذا كونتر بيعتمدوا عليا انا بس. وان اوف ذا كونتر انديكيشن العمليه ان العيان يبقى عنده باد ريسبيراتوري فانكشن. حتى لو العمليه اوبرابول يا مي حتى لو عنده سكتبل تخيلوا بقى. فالعيان لازم يبقى ثلاث حاجات عشان يعملوا العمليه، لازم ايه؟ التيومر يبقى ريسكتبل، والعيان ما عندوش وط، ديستال ميتاستاسيس، وكمان لازم العيان يبقى عنده ايه؟ جود كارديك اند ريسبيراتوري فانكشن اللي هم بيقيسوا عليها الاف اي في 1. ما علينا. لو العيان اوبرابل عايزين نعمل عمليه راديكال. عايزين نعمل عمليه ايه؟ راديكال بقى. وفي العلاجات دي اسيبوا العيان على حسب المكان. اسيبوا العيان على حسب المكان في الكانسر والسورفس. اول حاجه كاتبها كتاب الاسم يعني لو تيومر ده في السيرفايكال اوسوفاجس، لو تيومر ده في السيرفايكال اوسوفاجس ادي العين ايه ويخلص؟ ريديو سيرفي. تمام. لو تيومر في الابر سيرت طبعا، لو تيومر في الابر سيرت دي طبعا بيسكلود منها مين؟
السيرفايكال ايه؟ السورك. مش فاهم حضرتك عليه تيومر ابر سيرك، بلاش كلمة ابر سيرك، لو تيومر في الابر سوركس. لو تيومر في الابر سوراسك ايه؟ السورك. لو تيومر في الابر سوراسك السورجس هنعمل عملية فظيعة اسمها العملية دي وات؟ ماك كيول. وساعات في الامتحان هو جاب سؤال على ماك كيول، ما قالكش ابر سوراسك، قال لك ابر سيرك. بس هي معروفه كده لكلمه ابر سيرد اوسوفجاس، يعني الحته اللي في السوركس اللي فوق اكسكلودنج الحته الايه؟ السيرفايكال. ان السيرفايكال بيعمل ايه ونخلص؟ ريديو سيرك. فالتيومر في الابر سوراسك اوسوفجاس. عايزين نعمل العمليه راديكال بقى ونشيل التيومر بالليمف نود ونسلك الليمف نود. تمام. وزي ما اتفقنا السيفتي مارجن فوق التيومر قد ايه؟ 2 3 سم، والسيفتي مارجن تحت التيومر اكبر من السوركس 10 سم مينيمم. يفضل يبقى كل الايه؟ الروسوكس. تمام. فسيمتي عشان يشيل الروسوكس كله هيفتحوا الرقبه ويسلكوا سيرفايكال الروسوكس، وبعدين يفتحوا مين؟ السوركس ويسلكوا مين؟ السوركس والسوركس، وبعدين يفتحوا مين؟ الابدومين. ولما يفتحوا الابدومين هيسلكوا مين؟ الابدومين ايه؟ السوركس. واهم حاجه، واهم حاجه لما بيسلكوا الابدومين بقى يموبيلايز الاستومك، يموبيلايز الايه؟ الاستومك. وبعد ما يفتحوا كل الحاجات دي هيشيلوا السوفجاس كله يرموه في الزباله وياخدوا المعده يعملوا له حاجه اسمها وات؟ استومك بول اب. ويعملوا هنا بقى في الماكيو اوبريشن دي هيعملوا الوصله ما بين الحته اللي فاضله من السوفجاس والمعده، هيعملوا الوصله فين؟ في الرقبه. هيعملوا الوصله في الرقبه، يعني دي الحته اللي فاضله من السوفجاس اهي. بعدين بقى عامله كده عملوا توتال اوسوجيكتومي وعملوا الطبق ايه؟ فول اب. فول اب وعملوا الموز هنا فين؟ في الرقبه. الجراح اللي فتح ثلاث فتحات، الجراح اللي فتح ثلاث فتحات، اللي فتح الرقبه واللي فتح مين؟ السورك. واللي فتح مين؟ الابدومين. كان اسمه ايه الجراح ده؟ ماكيول. دي بيسموها ماكيول اوسوجيكتومي. دي عمليه راديكال. وماكيول اوسوجيكتومي فيها ميزه هايله، فيها ميزه هايله، فيها ميزه هايله، فيها ميزه هايله. الميزه الحاله اللي كان فيها وظيفته دي ان الوصله في الرقبه، ان الوصله في الرقبه، والوصله دي مشهور اللي بيحصل منها ليكج، الوصله في الرقبه. فطالما الوصله هنا في الرقبه لو حصل منها ليكج فالعيان الحاجات هتطلع على بره، العيان هتطلع على بره، فالعيان مش هيجيله وات؟ ميديا ثايلاكس. العيان مش هيجيله ايه؟ ميديا ثايلاكس. تمام. برضه يمكن تحصل لو ليا ما كانش في وقت، يعني ما حكيتلكمش انا قصه عم شواذي. لا عم شواذي ده كان مشهور جدا. عم شواذي ده لا بجلوس ميديا ثايلاكس. عم شواذي ده كان معمول له ايه؟ كان معمول له بلايند ترانسهيتر اوسوجيكتومي. فمبدئيا طالما كان معمول له بلايند ترانسهيتر اوسوجيكتومي فعم شواذي ما كانش عنده كانسر ايه؟ اوسوجيكتومي. تمام. امال ايه؟ لما كان الطفل شواذي يبقى له عوض. بالظبط. وبعد كده جاله عندهم جرام بوست ايه؟ كولوسيت. يعني فلما جاله بوست كولوسيت فريكشر فالمفروض يقعدوا يعملوا دايلاتيشن، فالمهم في الاخر دايلاتيشن فيل. فقلنا احسن حاجه بقى فيل دايلاتيشن اعمل له توتال اوسوجين وستومك ايه؟ بول اب وشيل الاوسوفجاس كله. الكلام ده كان من تخصص سنه 2002 ولا 2001. تمام. وعملوا لنا الوسطه فين؟ في الرقبه. عملوا الوسطه في الرقبه. وزي ما اتفقنا الفيموز ده مشهور بمين؟ بالليكج. وعشان كده الليكج في الرقبه الحاجات هتطلع مش هتعمل له ايه؟ ميديا ثايلاكس. فعم شواطي انا فاكر يعني جاله ليكج عادي خالص. تمام. فلما بيجيله ليكج المفروض يطلع ايه من هنا؟ صلايبا. هيطلع ايه يعني؟ او تطلع كونتنت الايه؟ الالسي ال. تمام. هو كان المفروض ماشي ناصي اول ما جاله ليكج، المفروض ماشي ناصي انتر ايه؟ بير ماوس يعني بوتيك يعني على امل ان الليكج ايه؟ بيقفل واحده. تمام. قعد يومين يجيب صلايبا ويجيب الالسي ال وقعد ماشي ناصي بير ماوس. بعد ثلاث اربع ايام وانا بغير عم شواذ في ده والله العظيم ما بهزر يعني، لقينا حاجات خطر 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 خطر. سمعت دكتور جوزه دي قبل كده؟ بالظبط. لا حاجات خطر. تمام. بعد كنا فاكرينها يا بايك، كنا فاكرينها ايه؟ تمام. فطلع عم شواذ في بيعمل ايه بقى؟ يعني انا المفروض ان احنا ماشيين على بط دي بي ان وعمال يعمل ايه عم شواذ في؟ هياكل ملوخيه والملوخيه تطلع منين؟ من الرقبه. بتكلم والله العظيم ما بشغل، والله ما بشغل. تمام. فبس يعني الميزه من قصه عم شواطي ده، عم شواطي عاش على فكره والوطه ايه؟
وعاشوا كل حاجه ان الانسموزس هنا ما بيعملش وقت ميديال تايمز. هنيجي بقى نعالج الكانسر لور سيرفر سيرفيس مش لور سيرفر لور ايه؟ تو سيرفر. طبعا اللور سيرفر معانا يعني اللور تو سيرفر طبعا اللي احنا بنقصد بيها مكانه بيبقى فين؟ خلاص بقى كان في ناس جاوبتها كانسر لور سيرفر سيرفيس بنحسب الابر سيرفر ولور تو سيرفر على انهي ليفل؟ عالكارينا عالكارينا بتاعت التراكيه يعني اللي بقول لك تيومرز باب الكارينا هنعمل لها مكاوي تيومرز بلوك كارينا هنعمل لها العمليه الثانيه اللي اسمها ايوري ديوز. الفكره فين في العمليه الثانيه لو بتفهموا؟ الفكره في العمليه الثانيه ان التيومر في اللور ثراسيك والسوربس. فطالما في اللور ثراسيك والسوربس تحت عشان فين؟ التيومر في اللور ثراسيك والسوربس او حتى في الابدومينال والسوربس يبقى تحت عشان مين؟ الاسوربس كله. فوق بقى مش لازم اطلع بسيفتي مارجن عاليه. يعني فوق مش لازم اطلع بسيفتي مارجن لغايه ما اشيل الاسوربس اللي فين؟ اللي فين؟ اللي في الاكل. فاتفقنا سيفتي مارجن فوق بتبقى حاجه بسيطه. مش لازم اشيل الحته اللي في الرقبه كمان. فالتيومر لو في الاورتو سيرفس بتاع الاسوربس يفرق قوي نفتح العين فتحتين، نفتح ايه؟ السوركس ونفتح مين؟ الابدومين ونعمل بارشل اوسوجيكتومي مش هنشيله كله يعني ونعمل برضه السمك ايه؟ نعمل برضه السمك ايه؟ بول اب. بس الفكره في العمليه الثانيه دي اللي احنا ما عملناش فيها توتال اوكسجين اوكسجين اللي اسمها ايو ريوس ايو ريوس انك انت عامل الوصله فين؟ في سنترو عامل السوبر جاست كان اسموزس فين؟ في سنترو فبالتالي لو جاله ليكش هجي له وقت من جهه ثانيه وكنت بقول لكم قصه كده زي ما عم شوافي ربنا كرمه وعاش كنت دايما بقول لكم انا ما شفتش عينين اللي عملناهم في الدرمداش اللي جاله جهه ثانيه ايه؟ عاش كلهم بيموتوا. فعشان كده انت في الامتحان لما يجي يقول لك لما تيجي تختار في الام سي كيو لما تيجي تختار في الام سي كيو ويقول لك تيومر مثلا اوف ذا لور سورمس ولا تيومر اوف ذا لور سيرتو سورمس ولا تيومر اوف ذا لور تو سيرتو سورمس ولا تيومر بلوك كارينا تيومر بلوك كارينا مين نوع العمليه اللي نعملها له لو تيومر بلوك كارينا او لور سورمس او لور تو سيرتو سورمس اي فيل ريوس. لما تيجي تختار في الام سي كيو يا ريم لما تيجي تختار في الام سي كيو التيومرز اللي هي في لور سورمس هنعملها ايه؟ اي فيل ريوس. انما في الامتحان لما تكتب ريتم بقى في الامتحان لما تكتب ريتم وعايز تكتب كلام محترم تكتب كده حضرتك حيث ان ايجو ليوس انا التموز دي نظام فين؟ في السورس والعيان لو جاله ليه مش هيجي له وقت؟ ميديتانايتس. فبعض الجراحين اصلا ليا راي انا بعرف اكتب ريتم حلو انا اقدر اقول رايي في الامتحان فبعض الجراحين بيفضلوا حتى لو التيومر في اللور سورس ان احنا نعمل له ايه؟ ان احنا نعمل له ايه؟ ماكيول بنعمل له ماكيول عشان يبقى لو حصل ليكش يبقى ليكش فين؟ طيب معايا ولا مش معايا؟ ايوه ايه؟ ما انا هقول حالا برضه ما بتسال سؤال جميل اهو كنت لسه هقول اهو تعالوا بقى في الاماكن تعالوا بقى في الاماكن عشان احنا قلناها مره في الاناتومي غلط فنركز زي كتاب الاسم انا هفتح الرقبه والصوره هفتح مين؟ هفتح الرقبه والسوركس وافتح مين؟ الابدومن. طبعا الابدومن لما تيجي تفتح الابدومن لما تيجي تفتح الابدومن بنفتحه ازاي؟ ميد لاين تمام. لما نيجي نفتح السوركس السوركس لازم يتفتح راي السوراكوتومي. السوركس لازم يتفتح راي كلام كتاب الاسم لازم يتفتح راي السوراكوتومي. ليه السوركس لازم افتحه راي السوراكوتومي؟ عشان ابعد عن راسي على الشمال. الرقبه اللي انا لخبطتكم فيها، الرقبه اللي انا لخبطتكم فيها، الرقبه اللي انا بعترف ان انا لخبطتكم فيها. الرقبه ورا مرشح اناتومي الرقبه ورا مرشح اناتومي قلت الرقبه في السوركس هنفتحها وقت رايت برضه عشان ما نعرفش مين الزراسي بتاعته في كتاب الاسم كاتب ان السيرفايكال السوركس يتفتح ازاي؟ شمال دي قلتها غلط انا مرشح على اناتومي او قلتها على الكلام القديم فانت كده لخبطتنا ابي السوركس لازم لفت الرقبه رايت سوري السوركس لازم رايت عشان ما نعرفش لو قلت كارش السوركس لازم انت بتلخبطنا زياده قلت لك انت كده عمال متلخبطنا زياده لخبطنا 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 عشان ندي عليه تمام السوركس حبيبي هنفتحه رايت عشان ما نعورش ليه على الشمال لو قلت كارش الرقبه هنفتحه لفت ايوه ما تخبطكمش اهو خالص الرقبه هنفتحه لفت ونعور مين ونخلص بتعور بقى الدور في 60 ده هتبقى ايه هتعور لو فتحنا الرقبه لفت السوركس لفت الرقبه لفت والسوركس رايت
من فضلك ما تلخبطناش، من فضلك ما تلخبطناش. اقولها تاني ولا نتلخبط؟ كفايه عشان اكتر من كده. تمام خلاص يا مايا حبيبتي. الرقبه ايه؟ الرقبه ليفت والسوركس رايت. ما عليك، فاضل ايه بس عشان نخلص من الليله يعني؟ فاضل حاجه اسمها ستيور تيومرز. هو الدكتور هنا حط تقسيمتين في الاسوفيس، حط حاجه اسمها ستيور تيومرز وحط حاجه اسمها تايبس اوف سلايدنج هيرنيا. ما ندخل ستيور تيومرز؟ تمام. ستيور تيومرز دي اللي هي مين؟ ركزوا معايا. ستيور تيومرز اللي هي التيومرز اللي عند مين؟ اللي عند مين؟ الاسوفيس جاستريك جنكشن. دي التيومرز اللي عند الاسوفيس جاستريك جنكشن. في حاجه اسمها ستيوارد تيومرز. تيومرز عند الاسوفاجس جنكشن. لو التيومر، لو التيومر عند الاسوفاجس جنكشن نفسه بنسميه ستيوارد تيومر. لو التيومر عند الاسوفاجس جنكشن نفسه بنسميه ستيوارد تيومر. لو التيومر فوق الاسوفاجس جنكشن ب 2 سم هنسميه وات؟ ستيوارد 1. لو التيومر تحت الاسوفاجس جنكشن ان صوت عصبي وات ستيوارد 3. يعني مين معانا تبع كانسر اوسوفجس؟ مين معانا تبع كانسر اوسوفجس؟ ستيوارد 1. ستيوارد 1 ده معانا تبع كانسر ايه؟ اوسوفج. طبعا ستيوارد 1، ستيوارد بص على مكان التيومر ده، ستيوارد 1 اهو. لازم اطلع فوقيه قد ايه؟ لازم اطلع فوقيه تقريبا ب 2 3 سم، وتحتيه هنزل بقد ايه؟ 10 سم. يعني لازم في ستيوارد 1 ده اشيل حته محترمه منين؟ من السفر. تمام اهو. وبعد كده وبعد ما اشيل حته مهمه من السفر هنعمل برضه السفر ايه؟ بولار. عشان كده ستيوارد 1، ستيوارد 1 اسمها بارشال اوسوفاجو جاستريكتومي. يعني ايه كلمه بارشال اوسوفاجو جاستريكتومي؟ يعني شلنا حته منين؟ بروسوفس وحتى بروسوفا. لو اسمع يا اسلام اسمع الوضع حصه جميله، الجيل دي جميل احنا بنرقص واليوم. تمام؟ فلو تيومر ستيوارد 1 هنعمل له حاجه اسمها بارشال اوسوفاجو ايه؟ جاستريك. بنشيل حتى بروسوفا كمان. عشان نكمل السيفت مارجن اللي تحت ال 10 سم. ونطلع فوق تيومر فنشيل حتى بروسوفس وحتى بروسوفا. عشان كده التيومرز اللي ستيوارد 1 دي بنعملها بارشال اوسوفاجو ايه؟ جاستريك. طيب ايه برضه اللي يهمني في الام سي كيو مش هتاخدوا بالكم منه؟ ايه اللي يهمني في الام سي كيو مش هتاخدوا بالكم منه؟ اللي عنده مش هتاخد عشان يخطر الكانسر وتعقيداته يعني الاستومك اللي طلع دي، الاستومك اللي طلع دي واخده بلس سبلاي منين؟ الاستومك اللي طلع دي واخده بلس سبلاي منين؟ الفوكس على مستوى فرنسا. دي الاستومك ايه؟ تمام؟ انا عايز اخدها اطلعها لفوق. عشان اخدها اطلعها لفوق لازم اخدها بالبلاد ايه؟ سبلاي بتاعها. عشان اخدها احركها لفوق لازم اعملها فري، لازم ازحزحها شويه. فمين اللي بيرتبط في العمليه وانت بتعملها ستومك بلاد؟ الباسيتي ملوك الالم اسمها ايه؟ الباسيتي شورت جاس. دول بقى ما ينفعش اربطهم. ده اللي هم جاسترو كويك باسز، اللي هم اللفت جاسترو كويك والرايت جاسترو ايه؟ الكويك. الرايت جاسترو كويك جاي منين؟ احنا بعد ما نخلص المراجعه يوم احنا هنخلص المراجعه امتى باذن الله؟ يوم الخميس. تمام؟ عايز اعرف بس الامتحان امتى؟ غالبا ليكم سبت مره هرجع لكم كده الانسر بسرعه واقعد احل معاكم ام سي كيو. يا الاربع يا الثلاث هنشوف يعني. تمام؟ طبعا لسه هحل من قدام المدرسة كلها يعني في شويه اسئله زي بتاعت الدكتور مو والكلام ده كله هحل معاكم في حصه، واللي عايز يصور يصور واللي عايز ينزل ينزل عادي يعني. تمام؟ مفيش ريستريكشن اي حاجه. تمام بس يعني قصدي انا هسيبكم يوم الخميس باذن الله. انتوا تقعدوا تذاكروا ايه بقى؟ جمعه سبت حد ايه؟ اثنين ثلاث ونتقابل ان شاء الله يوم الايه؟ يوم الاربعاء. بكره هنراجع باتو بيلري من 7 الصبح. بتهيألي باتو بيلري منسي خالص. عشان ده اول حاجه ثالثه فين؟ في الترم الثاني. فاضل ان في بكره باتو ايه؟ بيلري. الخميس 7 الصبح ولا؟ الخميس مش عارف انا حسب يوم الاربعاء هطلع عايش ولا لا. انا هعمل هم يوم الاربعاء ده بطريقه غير عاديه. يعني مش عارف اعمل ايه عشان ما ازعلش الناس يوم الاربعاء.
كان ظروفه ليس. هنا يلا لكن المعدة وقت بلصة الله عن طريقي الجهاز الفلويدي بس تمام. هو ايه بديل تاني نحن نطلع معنا كولون بالظبط كولون. لما نطلع كولون كان في حد شاطر جوابه مش فاكر دي ايه يلا لما نطلع كولون كولون بياخد بلصة الله من ايه من الارض وقت ليوهان. لما نطلع كولون كولون بياخد بلصة الله من الارض وقت ليوهان تمام. برضو معلومة زيادة لحسن اجيبها لنا في سطور المعادة اللي بجيبها. يعني ممكن نطلع ايه دي معلومات حصر هناك ممكن نطلع ايه غير الكولون الجنجن ممكن نطلع غير معلش انا بقول كل حاجة يعني زي ما بنعمل كولون انتربوزيشن ممكن نطلع الجنجن ايه انتربوزيشن. الفكرة في بس في الجنجن ما يطلعش الرقم الجنجن ما يطلع فين بس في السوركس. الحتة دي ما قلتهاش في الحصة الأولانية من صعب نفهمها بس مكتوبة في كتاب الاسم حبيبي. لما تخاف تطلع المعدة المعدة تطلع لغاية الرقبة ممكن تطلع كولون لغاية فين؟ الرقبة ممكن تطلع الجيجرا بس الجيجرا ما تطلعش لغاية الرقبة الجيجرا ما يطلع لغاية فين؟ السوركس بس لغاية الأرش بازايكس. دي عشان مش عارف أجيب الرصة الفاضية إيه؟ ممكن يعني زي ما بيقول خالد الجيجرا ممكن تعمل مع الهايبريديوس ما تعملش مع مين؟ مع الهايبريديوس. لان الجيجرام لما درست الاناتومي بتاعه الجيجرام كان البلس اوف لايف بتاعه جاي عن طريق مين؟ الارجيز. فاكرين الارجيز دي؟ انا لازم الكلام ده معقد جدا بس مكتوب في كتاب الاسم تمام؟ الجيجرام لازم اسلكه ببلاد ايه؟ سبلاي بتاعه الاركيز بتاعته قصيره فلو سلكتها حتى لو سلكتها عمرها ما تطلع مين؟ لا فلو عايزين ناخد الجيجرام بتاخد في عمليات السوركس بس ما يطلعش الرقم. زي مثلا شبهته بطريقه بسيطه لما جينا ناخد البيلري كان ممكن اعمل كولودوكو ديدروستوم كان ممكن اخد الجيجرام اطلعه واوصله بمين؟ بالكومن بايل داكت. هل انا والله برشح البيلري الناس كانت فاهمه بيلري هل قلت في حاجه اسمها هيباتكو ديدروستومي؟ لان الجيجرام ماله؟ ما يوصلش لفوق لغايه مين؟ الكومن هيباتك داكت. نفس الفكره هنا الجيجرام ما يقدرش يسلك بالبلس سبلاي بالاركيد بتاعته اللي يطلع لفوق قوي. انما مين اللي يطلع لفوق قوي؟ الكورو والستومك. وطبعا مين الايديا في الثلاثه؟ يعني بالترتيب كده مين الايديا في الثلاثه؟ الستومك جاليها مين؟ الكورو مين اخر واحد؟ الجيجرام. هما بالترتيب كده البريفيرد الستومك جاليها الكورو جاليها مين؟ الجيجرام. اخر حاجه على مستوى فرنسا في الكانسر والسوفجاس لو يعني نوكرو انا عايز كلمه واحده بس نوكرو اللاست فاليشن از وات سيلف اكسبندبل ميتاليك ستانت بتتحط بالنظام. لو يعني نوكرو اللاست فاليشن بتاعه از سيلف اكسبندبل ميتاليك ستانت بتتحط بالايه بالنظام. فيها مشكلة دلوقتي؟ مفيش أي مشكلة حاضر. نيجي بعد كده لمين بقى؟ للكارديو كابيلاريزم بقى على كانسر السوفجاس. وزي ما اتفقنا الكارديو كابيلاريزم عشان نفهمها يعني لازم ناخد كلمتين بس في الكارديو كابيلاريزم نعدي معلوماتنا من بعض. ايوه وسامع عايز انا بقى الصوره ايه؟ برضه في الشورت جاستريك بس بسيب الجاستريك كوي بزنس يعني المعده اللي طالعه فوق دي لعب وقت الكروس ابلاي ايه؟ الجاستريك كوي بزنس الكورو اللي طالع وقت الكروس ابلاي من اللي احنا شرحناه ده كان اسمه اربو بري ريولان. الجيجر انا عايز اطلعه بس اطلعه في السوركس ما اطلعهوش فين؟ في الرقبه. الجيجر ما يطلعش في الرقبه سوفجاس على مستوى فرنسا. نيجي بعد كده للكارديو كاكاليزيا. طبعا الكارديو كاكاليزيا زي ما اتفقنا الثلاث حاجات اللي احنا عايزين نصنفها عن البطنة ان الديزيز اكتر مش الكارديا نفسها. امال الديزيز فين؟ الديزيز في اللور اسوفجاس الابدومينال اسوفجاس واللور ابدومينال اسوفجاس اسمه ايه عندي؟ هاي بريشر زون. دي اول حاجه عايزين نصلحها في البطنه ان الديزيز اكتوري بياخد منطقه الابدومينال اسوفجاس والكارديا طبعا
تاني منطقه الهاي بريشري زون كلها. نمرة اثنين بنصلحها عن البطنه ان في سيجمنت من السيرفس فوق، في سيجمنت من السيرفس في فوق الهاي بريشر زون. السيرفس بيكونتراكت بطريقه غريبه، فلما السيرفس بيكونتراكت بطريقه غريبه بنسمي العيان عنده حاجه اسمها ابسنت برايمري وات بريستاليزيس اللي هي نورمال بريستاليزيس، وبتبقى ريبليست بحاجه اسمها ايه؟ تيرشري بريستاليزيس. يعني disease is not restricted to the high pressure zone. بيبقى فيه 5 سنتي 5 سنتي او 6 سنتي فوق الهاي بريشر زون ده بيبقى ابسنت برايمري بريستاليزيس اللي احنا بنسميها انكورتنت بريستاليزيس، او بنسميها عنده حاجه اسمها تيرشري وات بريستاليزيس. عشان كده في يوم من الايام لما كانتوا حاجاتوا في البطنه، كانتوا حاجات في البطنه كان اسمها كورتيش كرو سورجس، ولا ما خدتوش البطنه كورتيش كرو سورجس؟ خدتوا كورتيش كرو سورجس. الكورتيش كرو ده عباره عن ان السورجس كله في وقت في ابسنت برايمري بريستاليزيس، والسورجس كله بيبتدي بايه؟ بترشري وات بريستاليزيس. انما الهاي بريشر زون كان بيريلاكس، الهاي بريشر زون كان بيريلاكس. ما خدتوش البطنه كورتيش كرو سورجس؟ لا انت حالك ما خدتوش كورتيش كرو سورجس، دول خدتوا لاند راكر بس. غير كوشان توموريا، يلا نشرح تاني احنا نشرح تاني هنكتب حاجه اسمها استراتيجية موتيليتي ديزوردرز. يعني كل موتيليتي ديزوردرز اللي فيه الاوستروبس، اشهر موتيليتي ديزوردر عندي هو الكارديك اكاليزيا. انا ببتدي تاني اهو، اشهر موتيليتي ديزوردر عندي هو الكارديك اكاليزيا. في الكارديك اكاليزيا ده اوستروبس، ده اوستروبس، وده الهاي بريشر زون. الهاي بريشر زون ده اللي هو الابدون الواقع، اللي هو الابدون اللي اوستروبس. في الكارديك اكاليزيا ايه اللي بيحصل؟ في الكارديك اكاليزيا الهاي بريشر زون ده نوت ريلاكس، قافل على طول. وفي سيجمنت من ثوراسيك اوستروبس، في سيجمنت من ثوراسيك اوستروبس احتمال يطلع 2 سنتي، احتمال يطلع 3 سنتي، احتمال يطلع 4 سنتي، احتمال يطلع 5 سنتي. في ابسنت برايمري بريستاليزيس وريبليس بالتيرشري بريستاليزيس، يعني بالبلدي في كوردنت موتيليتي. في كوردنت موتيليتي. اللي انا برسمه على السطوره ده، بالازرق والاحمر، هو ده اللي اسمه وات؟ هو ده اللي اسمه ايه؟ الكارديك ايه؟ اكاليزيا. وعشان الكارديك اكاليزيا اكتولي مش في الكارديا، معظم الديزيز زي ما انتم شايفين اللي انا برسمه ده، الديزيز فين؟ اوستروبس. عشان كده الاسم الصح بتاعها اكيز وات اكاليزيا او اوستروبس. في بقى حاجه ثانيه كاستراتيجيه ايه؟ موتيليتي ديزوردر. في حاجه ثانيه خالص اسمها كوركس كرو اوستروبس. تمام. وكوركس كرو اوستروبس اسمه الثاني ديفيوز اوستروجين سبازم. ما خدتوش البطنه برضه؟ طيب ايه قصه ديفيوز اوستروجين سبازم؟ ركزوا على الرسمه اللي حاسبها. الاوستروبس كله الاوستروبس في ان كوردينيت موتيليتي. للمرة المليون، يعني ايه كلمة انكوردنت موتيليتي؟ يعني البرايمري بريستاليسيس ابسنت وريبليسد بمين؟ بترشي بريستاليسيس. البرايمري بريستاليسيس ابسنت وريبليسد بترشي بريستاليسيس. فكل الناس مش فاهمة يعني ايه حضرتك برايمري بريستاليسيس؟ يعني ايه ترشي بريستاليسيس؟
كلمه برايمري بريستاليسيس، كلمه برايمري بريستاليسيس يعني الاسوفجس بيكونتراكت وريلاكس، كونتراكت ريلاكس، كونتراكت ريلاكس، كونتراكت ريلاكس، فانا اعرف اتنقل على العين اهلي واعمل ايه؟ ابلع. دي اللي اسمها وقت برايمري بريستاليسيس كونتراكشن ريلاكسيشن. يا حبيبي ما تكتبش الكلام ده للفهم، بيكونتراكت بريلاكس، بيكونتراكت ريلاكس، ده كده اسمها الاسوفجس شغال بحاجه نورمال اسمها وقت برايمري بريستاليسيس. انها مثلا لو الاسوفجس في كونتراكشن 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 من غير ريلاكسيشن، او في مثلا 3 4 كونتراكشنز وفين وفين لما يبتدي يحصل وقت كل ده بيسموها بقى باثولوجيكال كونتراكشن. الباثولوجيكال كونتراكشن دي بيسموها وقت بيرشف. فاي اسوفجس اي موتيل ديسوردر اي موتيل ديسوردر اسوفجس بتبقى برايمري بريستاليسيس دي ريفلكت مين بيرشف. بلاكاليزيا اوف ذا كارديا، بلاكاليزيا اوف ذا كارديا بيرشف بريستاليسيس بتبقى تاكتيك سيجنال صغير. والهاي بريشر زون هو اللي فيه مين اساسا؟ الهاي بريشر زون هو اللي فيه ليه؟ الديزيز الكارديا ده بالظبط ريلاكس. الكيفيوز اسوفجيال سبازم ده او كوركس كرو سوفجاس يبقى السوفجاس كله فيه وقت انكلودد بريستاليسيس، بس في الديزيز ده بقى الهاي بريشر زون بريلاكس. احنا علينا ده على فكره مش علينا ده بس ده مكتوب جوه بس منين؟ في الديفرنشال دايجنوزز بتاع مين؟ الكارديا كاجليزيا. للمليون مره لو جالك الامتحان كارديا كاجليزيا، لو جالك الامتحان كارديا كاجليزيا ولا ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاع كارديا كاجليزيا ما تدلوش الديفرنشال دايجنوزز بتاع كارديا كاجليزيا كانسر اسوفجس نمره واحد. الديفرنشال دايجنوزز بتاع كارديا كاجليزيا هي نظر وات؟ موتيل ديزوردرز. وقت الموتيل ديزوردر بيلخبطنا حاجه اسمها ايه؟ ديفيوز اوسولوجيا اسكيب. طبعا مين هيفرق ما بينهم سهل يعني؟ مين هيفرق بينهم مهمين؟ مين لما بنعمل عليه دراسه بيجيب لك كونتراكشن وبيرسم لك دياجرام وبريشر وحاجات تطلع وحاجات تنزل؟ الموديل سورد اللي هو السوجيه بط مانويتري. احنا حاليا بنرشح مين عشان عايز اختم السوفجاس؟ كارديك اجريزي. يبقى كارديك اجريزي الهاي بريشر زون ده بط ريلاكس وفي حته من السوفجاس فوق فيها بط فيها امس برايمري بريتنس. ده تاني حاجه مختلف. ادي واحد مختلف على البطنه، اثنين مختلف على البطنه، سيجنال التليفون ده ما كانش بتعمل البطنه. تمام. ليه بقى الديزيز ده بيحصل؟ الديزيز ده بيحصل عشان الفيميل او الميل مع الوقت كده بيبتدي يحصل ايديوباثيك ديجنريشن مش معروف ليه. ايديوباثيك ديجنريشن في الاورباخ والمايتر فيكسس اللي هنا، الاورباخ والمايتر فيكسس اللي هنا الانيبيتوري. يعني ايه حضرتك الانيبيتوري؟ اللي هو بيعملوا مين؟ ريلاكسيشن. انما الاورباخ والماستر بريكسس المرض المليون، الاورباخ والماستر بريكسس اللي هم بيشتغل عليهم الاخطاء يكونين اللي هم بيعملوا وقت الكونتراكشن موجودين ما تنسوش. فعشان كده زي ما انتم تاخدوا في الديزيز اهو في هنا كونتراكشن في الوقت، في هنا كونتراكشن بلا ايه؟ ريلاكسيشن اللي هي الدرجه ايه؟ بريستاليسيس. وهنا الهاي بريشر زون ماله؟ كونتراكت على طول. لان الديزيز الغريب ده، الديزيز الغريب ده لو كارديك اجليزيا بيسلكت الانيبيتوري اورباك ومايتر بيكسس. لو فهمت الثلاث حاجات دول المختلفين على البطه الديزيز خلص. وبالتالي حسنا كنت شرحتهم كويس ليه مش هعملهم تاني. تمام بننسى. العيان بقى عنده كارديك اجليزيا، العيان عنده كارديك اجليزيا ما علينا. فالمين بريزنت اكسامبل كارديك اجليزيا طبعا ديسكشن. وهنا برضه يعني خالد كان لفت نظري انا ما كنتش خدت بالي منها وانا بقراها اول مره. الكتاب الاسم كاتب ان الديسفيجيا بتبقى الانفيود والسوري فروم ذا ستارت. حضرتك ما كلنا عارفين ان الديسفيجيا بتبقى مور كومن اللي في فرنسا قالوا لا قالوا فرنسا قالوا ان الديسفيجيا بتبقى ايه؟ الانفيود فروم ذا ستارت. طبعا في الامسكوات العاديه هجيبها لك مور كومن ليه يعني؟ الانفيود عشان يساعدك يعني. بس برضه خد بالك المعلومه دي، خد بالك المعلومه دي كتاب الاسم كاتب ان الديسيجيا بتبقى مور كومن للزولف والفيوت فروم ذا ستارت. الديسيجيا بتبقى ايكوال للاثنين فروم ذا ستارت. تمام. العيان ممكن يجي له ايه سيمتوم ثاني بالعقل. العيان ممكن يجي له سيمتوم ثاني بالعقل والحته هنا قافله. يعني الحته اللي تحت قافله. فيبتدي يشرب فالاكل هنا يبتدي يحصل فيه بطء. ريجرجيتيشن. العيان هيبقى عنده ريجرجيتيشن. لا هيبقى عنده ريجرجيتيشن. وطبعا العيان هتيجي له هنا اسمه جايتس. نتيجة
النيجاتيف تيز بتاع الاكل فانا حاجه عنده اوسوجايتس. هنا اوسوجايتس نوت كيميكال بالاسيان، هنا اوسوجايتس كيميكال بالايه؟ بالاكل العادي، مش ده مش جود. فانا عنده اوسوجايتس، فانا عنده ديسفيجيا، فانا عنده ريتوسيرن ديسكومفورت، فانا عنده ريجاجيتيشن والحاجه من دول بتزوره. يعني سيمتوم في الاول شبه مين؟ يعني في الاول ممكن تبقى شبه مين فعلا؟ الجرد. الفرق بس ان في الجرد ديسفيجيا بتبقى ايه؟ ليه؟ انما هي ديسفيجيا هي البريزنتنج ايه؟ سيم. تمام تمام. وطبعا نسيت اقول برضه في الحصه احتياطي هنرجع عندهم هيليكوزز. يعني ايه هيليكوزز؟ يعني ايه هيليكوزز؟ ريحه بقى وحشه عشان فيها اكل فيه كيلز، فيها اكل فيه كيلز. تمام؟ دي كده بريزنتنج سيمبلز بتاع الجرافيك اجريسيا اللي عنده سويشن كبير اسمه كاتب الصوره بتريود اند بعض اللي عنده هنا تيزس ريتوسيرن ديسكومفورت اللي عنده سوجايتس اللي عنده سيرت بين اللي عنده اسبيريشن ريجوجيتيشن. دي بريزنتنج سيمبلز بتاع الجرافيك اجريسيا تكون انا بقول الكلام ده لسه قايله اللي انتوا لقطتوا فعلا انها ممكن تبقى شبه مين في الاول؟ الجود. لو ست اللي عندها جرافيك اجريسيا ايه المشاكل اللي بتحصل لها؟ كلكم قلتوا بلد وكانسر، لا مش ده الموضوع كومن كومبليكيشن، هو لو هيجي له كانسر مبدئيا ما بيجيلوش كانسر من طبق بلد، هو بيجي له كانسر ايه؟ سكوينا سيل كانسروم عليه. لو العيان بتاع جرافيك كاريزيا ناوي يجي له كانسر، الكانسر اللي هيجي له ما فيش ولا بتاتيزيا ولا نيلا، بيجي له اللي هو بتاع كرونيك اريتيشن يعني بيبقى سكوينا سيل كانسروم عليه. الموست فيرد كومبليكيشن اللي بتحصل اللي بتدي يحصل اناتوميكال ستريكشن. الجرافيك كاريزيا بتعمل اناتوميكال ستريكشن. طيب لما تعمل انتوكيا ستريكشر الشريف ساعتها هتبقى ديسفيجن مور نورمال لمين؟ هتبقى مور نورمال لمين؟ يا دي النيلة لما يجي لنا انتوكيا ستريكشر هتبقى ديسفيجن مور نورمال لمين؟ للسولد. من اهم الكومبليكيشن بيحصل انتوكيا ستريكشر هتبقى ديسفيجن مور نورمال للسولد. ومليون مرة مليون مرة لما يجيب لك في الهيستوري كده لما يجيب لك في الهيستوري العام بتاع الجيرل العام بتاع الجيرل لما يجي له ديسفيجيا غالبا بلد. انما العام بتاع كارتك اكاليزيا العام بتاع كارتك اكاليزيا لما يجي له ديسفيجيا مور كومن للسوليد العام بتاع كارتك اكاليزيا لما يجي له ديسفيجيا مور كومن للسوليد مش اول حاجه تفكر فيها بلينجنس. اول حاجه تفكر فيها ايه في كارتك اكاليزيا لما يجي له ديسفيجيا مور كومن للسوليد ستريكشر بناين ستريكشر. الاوزوجايتس حصل بناين ايه؟ ستريكشر. طبعا العيان ممكن يجي له اسبيريشن ممكن يجي له نمونيا من ضمن الكومبليكيشنز برضه المشهوره قوي قوي يطلع له ديفنتيكلم الكوردينت موتيليتي بيطلع له ديفنتيكلم. اسمه ايه ديفنتيكلم ده ولا ده؟ ايكنفرينيك. ده ليها سكر باوتش اسمه ايكنفرينيك ديفنتيكلم. العيان حتى قال له ديفنتيكلم اسمه ايكنفرينيك ديفنتيكلم. ده تراكشن ولا بانشن دايفرتيكلم؟ يا رب يبقوا فاهمين ده تراكشن ولا بانشن؟ ده تراكشن ولا بانشن؟ يعني بريشر جوه زاد بره لما بريشر جوه يزود بره بنسميه وات؟ بانشن. تراكشن مثلا يعني ايه؟ عشان افكركم قبل كده تراكشن يعني عنده ميديستاينال تي بي عنده ميديستاينال تي بي فالتي بي عمل ايه في الميكوزا؟ شدها من بره ده اسمه كده تراكشن. انما لما البريشر جوه يطلعه لبره ده اسمه وات؟ بارشن. فالعيان ممكن يجيله بارشن دايفرتيكلم بيسموه ايكوفرينيك وات دايفرتيكلم. ده من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الكارديك اكليزيا يا حبيبي العيان اللي بيحزق كتير في الكولون هيجي له وات دايفرتيكلم ديزيز. ده الاوسوكس بيحزق كتير ومش عارف يكونتراكت هيطلع ايه في الاوسوكس دايفرتيكلم بارشن وات دايفرتيكلم. هاتوا دايفرتيكلم كارديك اكليزيا اتفقنا كارديك اكليزيا هنبتدي كلاس كده هنعمل باريوم سوالو باريوم سوالو بني مصور واحد تلاقي الاسوفيس ماله دايليتد دايليتد طبعا بيحصل فيه دايليتيشن. وطبعا الكارديا الافلا الكارديا الافلا بتبان بلايت سموث ستريكشر مش رتبه كده زي كانسر بتبان بلايت سموث بينس كده اللي انتوا كلكم بتسموها بيرد بيك او بارد بيك بحرف البيك بيك 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 بحرف البيك ابيرنس. ايه اهم حاجه في الفيلم
عشان احلف ان دي كارتك اكليزيا. يعني ايه اللي يخليني احلف ان كارتك اكليزيا؟ لازم البارود فيك اخيرا ده يبقى بلوك افرام. عشان ده المنطقه اللي هي الهاي بريشر زون تحت الدايفرام. يعني لازم البارود فيك اخيرا ده اكتبوا عليه مليون علامه بحلف ان بلوك افرام. وعلى فكره حاطط صور في المحاضره عليه. وعلى فكره الصور ده خالص. يعني على فكره بعد المراجعه الزون دي المفروض تفتح دلوقتي من دمك تحل ال 20 سؤال بتوع الزون بتوع الدكتور ده ساعه ونص. تمام؟ من غير ما تروح البيت. بريك. في اول بريك بتاع اول سيجاره بشربها. ما انتوا عارفين النظام، بعد ساعه ونص ساعتين بدي بريك اشرب سيجاره، والبريك الرئيسي على صلاه الايه؟ العصر. تمام؟ فيعني دول بيبقى عندهم زي هنا اقول بيرد بيك ابيناس، اهم حاجه بيبقى ينزل تحت مين؟ تحت الايه؟ تحت ايه بقية؟ تحت الدافرام، تحت الجملة بتاع الدافرام. في حالات بقى متأخرة خالص، حالات متأخرة خالص، فالاسوفجس كله بيضايق بيقتلوا كده بيبقى عامل زي سيمويد كولو ده اللي بيسموه وات ميجا اسوفجس وده لازم الدايمتر بتاعه يبقى اكتر من 7 8 سم. ده اللي انا قلت كان رزق كان كام سم؟ انا لما كنا بنقول 11 سم ايه اول السنة؟ لو قلت كان رزق كنا بنحسبه على كام سم؟ 5.5 سم. هنا بقى الاسوفجس الدايمتر بتاعه عدى مين حطه؟ عدى الايه؟ الاورطة. انت معانا يا زينب؟ طيب ربنا يوفقك. ايه بقى الجولد ستاندرد اللي احنا بنعمل عنده كارديك اكليزيا؟ عارف كارديك اكليزيا مين؟ بالمانومتري. والمانومتري هيقول لي ايه يا حاج جمال؟ المانومتري هيقول لي ايه؟ الهاي بريشر زون ماله؟ البريشر فيه كام؟ اكتر من 40؟ هيقول لي الهاي بريشر زون اكتر من 40. وفي حته من الاسوفجس فوق فيها وط الكورد دي بريستاليسيس. ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن يعمل ابر جي اي، ممكن يعمل ابر جي اي. اعرف ازاي دي كارديك اجريزيا بالابر جي اي. الكارد يعدى والمنظار مش عارف يعدي. الكارد يعدى والمنظار مش عارف يعدي. بالابر جي اي بنلاقي الكارد يعدى والمنظار مش عارف يعدي. في الكارد يا حبيبتي ما احنا قلنا في اول بتاع هيحصل عليك هو الرقم من 10 ل 25. في الكارديك اجريزيا بيعلى عن 40. في الجيرد بيعلى عن 10. مش انا ولاد انتوا مش الارقام دي قلنا نحفظها؟ في الكارديك اجريزيا بيعلى عن كام؟ بيعلى عن كام البريشر؟ 40. وفي الجيرد البريشر بيعلى عن كام؟ 10. ما التو ديزيز عكس بعض. عايزين نعالج العيان، النظام قوي النظام مش معدي من الكارديو. عايزين نعالج الميديكال تريتر ما لوش اي رول، الميديكال تريتر ما لوش اي رول عشان يخلص. الايدل عمليه اثبات. الايدل عمليه اثبات. كارديو مايوتيك. بقى لما بيفايد هلا بقى نجيلا. هي العمليه اسمها كارديو مايوتيك، مش عايز اسمها قط. في الكارديو مايوتيكي بيجوا عند الحته ربنا يخليك، بيجوا عند الحته اللي هي قافله والحته اللي فيها ابريستالتيك ايه؟ او الحته اللي فيها كورنر وات. بريستاليسيس ويضربوا مشرط كده في الماسكلوزا، فلما بيضربوا المشرط في الماسكلوزا بيشيلوا المصل خالص لغايه ما بيجوز البانش. قطعوا المصل اللي فيها ايه؟ سبيس. تمام؟ ده الاسوفجس اهو، ده الاسوفجس اهو، والمصل ده دي المصل اهي سواء في الكارديا او في الحته اللي مش شغاله، في الحته اللي مش شغال فيها انكورد بريستاليسيس. هنا في انكورد بريستاليسيس، هجيب المشرط اضرب كده، اضرب ضربه كده بايديا، اول ما اضرب الضربه دي العضلات هتفك كده. مين اشوفه بعينيا؟ الميكوزا، الميكوزا بالجنج، العمليه نجحت. عملت عمليه اسمها كارديو ايه؟ ويوتومي، قطعت الماسل فايبر خالص اللي هي قافله. تمام. طبعا في الكارديو مايوتومي بيقول لك ايه في الكارديو مايوتومي؟ في الكارديو مايوتومي بيخافوا بعد الكارديو مايوتومي يا حبيبتي من حاجتين بيخافوا بعد الكارديو مايوتومي. ايه الحاجتين اللي بيخافوا منهم بعد نزلت الكارديو مايوتومي؟ يكون ان انا قللت البريشر قوي فلما قلل البريشر قوي عن حالي بيني مين؟ بجد برافو عليكم. وبيخافوا كمان ان الضربه بتاعتي تكون عامله خرم في الجلوكوز عامله ايه؟ كورفوريشن. فمعظم الجراحين ينصحون ويفضلون ويعني ينصحون معظم الجراحين. تمام؟ مش انا واصحابي اللي نصحنا، معظم الجراحين نصحوا يعني انا واصحابي الاطباء ان العين لو هنعمل له كارديومايوتومي لازم بعد الكارديومايوتومي نعمل له ايه؟ بانتو فلايكيشن. خلاجينا كده صنطوطه هبله.
مين بقى الفاندو فيكيشن كان هنا صغنطوطه الهبده اللي هي ظريفه كده 180 درجه دور. يبقى 180 درجه ايه دور. وعلى فكره برضو عايز اقول لكم حاجه ان العمليه هي الجلد. العمليه الجلد لدرجه ان في سؤال عندكم عرضه في المندمه وفي سؤال حطه الدكتور عادل والسؤال ده بيجي لي الام بي السنه اللي فاتت اللي هم اطفال جه لي الام بي السنه اللي فاتت قال لك العيان اللي انت هتعمله كاردينوتومي والعمليه هتفشل بعد الكاردينوتومي العمليه هتفشل تعجل تديله ميديكال تريتمنت ولا تحب تديله بودرينيا توكسيك ولا تحب تعمله دايليشن ولا تحب تعمله ريدومايوتومي تخيلوا بقى يعني حضر العمليه بتفشل هنا البث عليك اعملها تاني عشان البث عليك هتلاقي الزول ده فالص العمليه دي دوما يوتر والزول ده حطه الدكتور ده في المحاضره والزول ده كان عندي في السنه اللي فاتت لما كان الصاله الرابعه بياخدوا جراحه ما في فالص يا حبيبتي في فالص حد يجيب لي مزاج فالص شكرا حبيبتي ولا التايم اللي انت هتعالجه فيه؟ التايم
حتى لو سؤال كان فالص. بس انا بفهمه لكم ليه الاجابه الطيب عشان تبقى فاهم السؤال مش حافظه بتهبل في الامتحان. ان الفكره كلها في الطيب عشان احاول ان اجيب وقت الطيب عشان احاول ان اجيب ايه؟ بيجي الطيب نايس. كلمتين عن البرفوريشن الموست كومن هيدروجينيك. الايديا تريتمنت دلوقتي بنعمل ستانتي، بنعمل ستانتي البث اوت كام ان انا هلعن بدري عشان ما يجيلوش ايه ويموت ميديا ساينكس. والحمد لله ان البرفوريشن شامل عليه. اخر حاجه في السيرفس بتيجي سلايدات ممكن تيجي ام سي كيو الزنكر باوش. زي ما انتوا عارفين كده في حته في الابر السورجس او دي في الفاركس كده ربنا يخليكم. الفاركس عباره عن عضله بالطول وعضله بالعرض. الفاركس عضله بالطول وعضله بالعرض. مين العضله اللي بالطول في الفاركس؟ يعني الفاركس عباره الفاركس علبه. الفاركس علبه طالما الفاركس علبه يبقى في عضله بالطول وعضله ايه؟ بالعرض. علبه. فالعضله اللي بتقول بتاعت الفارس اسمها وات؟ انفيريور كونستريكتور ماسل. انفيريور كونستريكتور ماسل وفارس. خدناها فين؟ انفيريور كونستريكتور ماسل وفارس دي في المنهج. خدنا فين في المنهج كلمه انفيريور كونستريكتور ماسل وفارس؟ كانت العضله الثانيه اللي سطرت مين؟ الاكسندر انجيال نيرف. في سنه خمسه. في كونستريكتور ماسل وفاركس كانت العضله الثانيه اللي سبلاي الاكسترنال انرجيال نيرف. وفي فاركس عضله بالعرض اسمها كليبو ايه؟ فارنجس. تمام. الفاركس بقى على فكره يا امال الفاركس از تايب اوف فارنجيال موتيليتي ديس اوردر. يعني زي ما في اوسوفجيال موتيليتي ديس اوردر في وات؟ فارنجيال موتيليتي ديس اوردر. فلو الان عنده موتيليتي ديس اوردر في الفاركس هتبتدي بالجزء بتاعت الفاركس ترديت ما بين العضلتين دول اللي هم اللي بالطول وبالعرض عشان في منهم فراغ. الفراغ ده اسمه ايه؟ كيلانز ديسس. والان ظهروا حاجه غريبه كده في الاي ان تي. خدوها كان اسمها وات؟ فارنجيال باوتش او زنكر باوتش. الرياكت اللي اساسا المفروض تبع الاي ان تي مش تبع هم اللي بيشتغلوا الحاجات دي. واكيد يعني دكتور محمد سعد ده الاوفردي ده اكيد. اكيد يعني. راجل برضو علامه. تمام؟ الان بقى لما يجي له الزنكر باوتش ده هيبقى بريزنتنج سيمبتوم فيها منى؟ السواري. السواري ده في الرئه كيو. اللي بيبني في السواري ده ربنا يخليكم بقى ترانجل في الرقبه. يعني في الكاروتو ترانجل ولا ماسكرو ترانجل ولا سب مانتر ترانجل. ولا حاجه من دول بقى ترانجل. البوستيريو ترانجل. ده السواري في البوستيريو ترانجل. هو البوستيريو ترانجل كان متقسم ايه وايه؟ سوم لا عارف حاجه سوم دلوقتي طبعا. فالمهم السواري ده موجود في البوستيريو ترانجل. السواري ده طبعا بيعمل جيرجلينج. عشان ده تبع الجي اي دي بالظبط بيبقى عليه جيرجلينج. العام برضه بيبقى فيها ليتوزز. ليه بيبقى فيها ليتوزز؟ الاكل بيتحوش برضه جنب بقه كده في الدايبرتيكلا. فده اللي بيميزه ان عليه جيرجي والعام عنده ايه؟ ليتوزز. ايه المشكله في الفارنجيال باوتش ده؟ المشكله ضرب الحاجتين مصيبه. بيحصل فيه كارسينوما على فكره. وساعات بيفرع. ولو فرع طبعا هيعمل اسوجيال ايه؟ بيرفوريشن. ومين اللي بيفرعه اكتر واحد بيدخل يفرعه؟ اللي بيعمل النظار. اللي بيفرعه. عشان كده قال لك ايه في الحته المعقده دي؟ لو عايز تشخصه بمنظار لازم تبعت له واحد بتاع منظار ايه؟ ابن لازينة. ده في ناس بيعملوا اساسا برفوريشن في الاسوفجس هو نورمال. مش لسه قايلين البوست كمان جزء برفوريشن هو مين؟ الهيدروجينيك بالمنظار. ما بالك هنا بقى لو اساسا عنده باوش ممكن يدخل يعمل ايه؟ يفرعه. فطبعا الباريوم اللي افضل اشخصه بالباريوم افضل. لو ما عرفتش اشخصه بالباريوم ممكن اشخصه بمين؟ بالمنظار. بس لازم المنظار يبقى راجل وات اكسبرت.
العملية بتاعته كلاسيك، العملية بتاعته كلاسيك الكلاسيك عشان بس ما نعاش الدنيا يعني. هيشال هيشال خالص هيشال، ونعمل حاجة اسمها كليكو فاريجيال مايوتومي. يعني ايه كليكو فاريجيال مايوتومي؟ نفس الفكرة على فكرة، يعني نفس الفكرة. ليه لازم اعمل كليكو فاريجيال مايوتومي؟ لا عشان مش هفتح، عشان اشيل العضلات اللي فيها بطن. الكورنفلتنسز حبيبي ده موديليتي للسنتر باش، ده موديليتي ديسوردر. يمكن في حاسه الاسوفجس مش هحطه زي ما هو ضمير قوي، ده موديليتي ديسوردر. فطالما انا هشيله، طالما هشيله يبقى لازم اعمل ايه في العضلات اللي فيها موديليتي ديسوردر؟ لا مش هشيلها، اشيلها زي ما انتوا شايفين كده. فعشان كده العلاج الايديال، العلاج الايديال ان احنا نعمل وات اكسيجن اند كليكو فارينجيال وات مايوتومي عشان ما يحصلش ايه؟ ريكارنس. ايه بقى العلاج التاني اللي انتم مش متخيلينه؟ العلاج التاني اللي انتم مش متخيلينه ان انا احاول افتحه على السورس. يعني لو هو طالع بنالو باوش كده، لو طالع بنالو بيز يعني، ده اسمه ايه بتاع دي انا مش عارف هو باين. دي كده بيز؟ بيدي ده بيدي كده ما فيش عندهاش بيدي. ده بيز اه. لو هو في نالو بيز كده الحته دي يفتحوها عليه. اه بحيث يبقى تبع مين؟ تبع اليومن. يا حبيبي ده ما بيتعملش لو طاش كده. لو طاش كده لازم ايه؟ يتشال ويعمل فيكم فريجر ايه؟ مايوتومي. انا بنتكلم على فريجر طاش صغير. اه لو فريجر طاش صغير بيحاولوا يعني يقطعوا الطول هنا بحيث يخلوه حته فين؟ اه من الزور. بتتعمل فيه اساسا مشكله عمليه، بتتعمل ايه؟ بالمنظار. ده اللي مكتوب عند الدكتور ولا اسمه ايه بقى؟ دايفيتوكلوبي. دايفيتوكلوبي يعني بتاعه على ميكروسكوب. طبعا انا نفسي مش متخيل بتتعمل ازاي، لان انا مش بتاع مناظير، بس هي دي فكرتها. هي دي فكرتها ان هم بيفتحوها على بيت الايه؟ الاوزوكس. انا هشرب السيجاره بتاعتي. انا بقى لنا قد ايه شغالين؟ لا ساعة ايه يا بابا؟ لا ساعة ونص ايه؟ ساعتين ونص لا. ساعتين شهر. هو العيان الجيردي لو جاله ديسفيجيا افكر الاول في بناء ستكشر ولا كارسينوما؟ لا كارسينوما. هنا العكس. تاني هو العكس. ده خمس دقايق ليس اكثر.